مساء الخير واهلا بكم في المصري 360. وبعد غياب اسبوع من الاربع اللي فات بعود اليكم مره تانية وزميلتي العزيزه جدا دينا عبد الكريم. اهلا يا احمد. كيفك يا دينا؟ الحمد لله. واحمد شرق على الهواء، فواضح ان في ناس جايبه فطيرتك من اول الحلقه كده، اول الانترو جايبه. فسعداء ان احنا نلتقي بيكم مره تانية، والحلقه النهارده الحقيقه مليانه اخبار، مش قادرين يعني نفصل من كثره الاخبار وكثره المواضيع. لكن النهارده يعني عايزين نبتدي بالحاجات الحكوميه يا احمد. بس الاول عايز اسلم على الجمهور تاني. بس تاني احيانا فعلا بينشا علاقه يعني حلوه كده بين المقدم البرنامج وبين الجمهور. يعني فعلا انا بحس ان الجمهور وحشني لما بقابل حد في الشارع ويقعد يقول لي الحلقه دي قلت كذا وعملنا كذا، فاكر الافيه الفلاني، ببقى في منتهى السعاده. فتواصلكم بيسعدنا ووحشتونا، عشان كده يعني حبيت بس ارمي المسا والتحيه. النهارده صدر يعني زي نقول خبر وقرار، معرفش ايه اللي خلاني اربط الاثنين ببعض. القرار الاولاني اللي هو تعيين او يعني قرار مجلس الوزراء برئاسه المهندس شريف اسماعيل بان هو مهمه وزاره قطاع الاعمال توكل للاشراف للسيده سحر نصر وزير مؤقتا وزيره الاستثمار وزيره التعاون الدولي وحاليا وزيره قطاع الاعمال، على اساس ان الدكتور اشرف الشرقاوي مسافر يتعالج. مش هنقطع في الخبر ونقعد نقول هل هو النهارده اداريا، وهل الوزاره نفسها فيها كوادر تدير الوزاره ولا ما فيهاش، وازاي اجيب حد من بره الوزاره. مش ده الهدف، بس هو الفكره وزاره بهذا الحجم، هل النهارده ما عندناش حد يعني توكل اليه مسؤوليتها من النواب او الوكلاء؟ طيب ناخد الخبر الثاني بعد كده نعلق عليهم ثاني. الخبر الثاني، المهندس محمد زكي السويدي في احدى تصريحاته قال ان الوزاره، وهم بيراجعوا الحساب الختامي للموازنه العامه قبل ما نخش في الموازنه الجديده، قال ان الوزاره لم تتخذ يعني خطوات جديه وفعليه في ترشيد الاستهلاك. وده امر واقع لازم نقر ونعترف به. بمعنى انا بكلم المستهلك كل شويه شد الحزام، معلش استحمل، وهو وفي ناس قطاع كبير الرئيس السيسي شكرهم على تحمل صعوبه ارتفاع الاسعار. بس من جانب اخر لازم النهارده الوزير والوزاره كلها تعرف ان المستهلك مش لوحده والمواطن مش لوحده هيتحمل. تالت حاجة بقى هربطها برضو المهندس السيد أسامة هيكل، كان معنا في حوار من فترة قريبة وقال معلومة عدت مرور الكرام على البعض لكن فضلت معلقة معايا شوية. قال لك لما بنيجي نلغي وزارة، لما لغينا وزارة الإعلام شلنا الوزير، احنا لغينا الوزير ما لغيناش الوزارة. الوزارة قائمة بمرتبينها بعمالها بموظفينها بهياكلها الإدارية كما هي. يعني تضخم في الجهاز الإداري، عندنا انفاق غير رشيد. خلينا نتكلم نقول ان احنا لما بنشوف صورة وزير اوروبي راكب المترو بنقول الله يا سلام. طب واحنا ما نعمل كده؟ اه في احتياطات امن، بس ما نعمل ما يشبه كده. ما ياريت كل واحد يرسل رسالة، انا كمان بتقشف كوزارة، انا كان انفاقي كذا خليته كذا، انا كنت عامله مؤتمرات وسفريات كذا، لغينا السفريات عشان ظروف البلد كذا. بس بص يا احمد، انا عايزاك انت شبكت لنا الخبرين في بعض، والخبرين اه طبعا فيهم جزء مرتبط ببعض، لكن خلينا نقول واحده واحده. اولا الدكتوره سحر نصر حاجه كده لامعه في وسط الوزارات، اولا لانها سيده، ثانيا لانها على فكره جميله، بيعجبني قوي شكلها واهتمامها بمنظرها، وثالث حاجه بيعجبنا نجاحها. يعني فكره انه تبقى سيده تحظى بهذه الثقه من رئاسه الوزراء وبالتاكيد من رئيس الجمهوريه، بهذه الثقه انها توكل اليها وزاره فتنجح فيها، فتوكل اليها الوزاره الثانيه فتنجح فيها، فلما يحصل اي مشكله ان شاء الله الوزير بس يرجع بالسلامه، في وزاره ثالثه فتوكل اليها مهام هذه الوزاره، ده رقم واحد نجاح لشخص هذه الوزيره. لكن رغم هذا النجاح عندنا سؤال، انه هل في شخص قادر على اداء مهام ثلاث وزارات؟ طب والسؤال، هل الثلاث وزارات اصلا كانوا لا يجب فكهم؟ وهو الاصل في الامور انه ثلاث وزارات مرتبطين ببعض، فالصح في الامور انه تدمج هذه الوزارات. السؤال الثالث بقى، انه هل الصح يا احمد انه بالخطوه دي تبقى بدايه؟ لانه اصلا شركات قطاع الاعمال، الشركات كلها احنا لسه بنتكلم في عوده الخصخصه وقضيه الخصخصه، احنا بنتكلم في 9 شركات قبضه كبرى تحتهم 148 شركه، يعني هي مؤسسات استثماريه، هي بطبيعه الحال انها تبقى تابعه لوزاره الاستثمار. كل دي اسئله بالاضافه للي انت بتقوله فكره ترشيد الانفاق. هو كله بقى الوزارات دي امتى؟ بص دينا، هو اصلاح اداري مطلوب. يعني اصلاح اداري يعني ايه؟ دايما الهيئات الاقتصاديه لما اقول لك مثلا امتى الهيئه دي تنجح؟ لما صاحبها يسافر وتفضل شغاله بنفس الاداء. وده نجاح طبعا. فاهم قصدي؟ انه كان في سيستم او نظام. الله ينور عليك، هو 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 السيستم زي ما بنسميه في مصر. أيوة. احنا يا جماعه ناقصنا السيستم، او باللغه الدارجه السيستم احيانا
احنا ناقصنا سيستم. يعني النهارده وزير قطاع الاعمال لما يسافر الطبيعي في الدول الاخرى ان الوزير ده منصب سياسي، يعني راجل بده يروح البرلمان يرد على استجوابات، يروح طلب احاطه، الكلام ده كله، والوزاره تفضل ماشيه في طريقها. هل بقى ان انا اوكل لوزير تاني ده ضعف في الوزاره، ولا ده قرار اداري رسمي مثلا عشان التوقيع بدل الوزير؟ انا شايفه انه مهما كان، احنا لسه حالا بنقول دكتوره صحه النصر وزيره مميزه ونشيطه، لكن مهما كانت احنا بنتكلم في توقيت حرج جدا من السنه، وبنتكلم في انه وزاره ستوكل اليها لمده اسبوعين، يعني بالبلدي كده انه كاني انا بباشر اللي بيحصل ومش هعمل حاجه. سؤال احمد في محله، مين هي قيادات الصف الثاني اللي موجوده في وزاره قطاع الاعمال اللي مفروض انه كان يوكل اليها هذا العمل؟ في النائب الوزير، منصب نائب الوزير ده، انا كنت سعيده جدا في التشكيل الوزاري الاخير انه كان في وزراء وكان في نواب للوزراء بيتم حلف اليمين في نفس الوقت. طب في النائب الوزير في وزاره قطاع الاعمال. الفكره احنا مش بنعترض انه يتم اسناد المهام للوزير، بطبيعه الحال اذا غاب شخص لظروف صحيه او لا قدر الله لاي سبب فلازم يحل محله شخص اخر. احنا سؤالنا يا جماعه، اذا كانت هذه الوزارات فعلا ليس فيها كفاءات كافيه انها تقود الصف الثاني، يبقى السؤال طيب ما ندمج بقى، ما نسمع كلام الخبراء الكتير الاقتصاديين والسياسيين اللي كانوا بيكلمونا عن الدمج في مراحل كتير. هو يعني الاهم، خلينا برضه دايما نبحث عن النتائج وليس الطرح وبس. النائب محمد زكي السويدي حط ايده في هذا يعني الخبر على المرض العضال، المرض اللي هو فعلا عمل لنا ازمه في مصر، ان الكيانات الاداريه المتضخمه، الميراث الاداري الرهيب. يعني النهارده في الخبر قال الهيئات الاقتصاديه اللي بتتكبد خسائر، دي هنعمل معاها ايه؟ هنفضل نحكي؟ هنتكلم؟ هل في 2017 هنشهد هيكله، بس هيكله مع مراعاه البعد الاجتماعي؟ اتمنى كده عشان نوفر لحاجات تانية. خلي بالك يا احمد، عايز احكي لك قصه بمناسبه ترشيد الانفاق في الوزارات. احيانا كده بحكم شغلي وبحكم حاجات كتير، ساعات بروح احضر اجتماعات في وزارات، مش عايز اقول اسماء، واحيانا في البرلمان، وديني قلت اسماء. لكن خلينا نقول انه ترشيد الانفاق اللي بيتكلم عليه المهندس محمد السويدي امر حقيقي، وخلينا نقول انه محمد السويدي قال واضح انه حاطط ايده في قلب الحدث من البرلمان شخصيا. يعني هل البرلمان كميه الانفاق فيه والانفاق على المصاريف والجلسات واللجان والمشاريب والاكلات والحاجات دي تفاصيل احنا مش بنحب نتكلم عنها، مش لاننا يعني عايزين نخبي عليها، لكن بنحس ان احنا في حرج. يعني النواب محطوط عليهم يعني حمل كبير قوي، واحنا بننتقد اذا وجب النقد، لكن المصاريف الاداريه واليوميه بتاعه المشاريب والاكل والشرب والعزومات والحاجات بتحصل في البرلمان لا كتيره، واحنا شهود عيان على انها كتير. يعني بياكلوكوا ايه في البرلمان؟ انا ما بروحش كتير. يعني لما تروح بس بلاقي عشان لو كده ارمي جبتتي بكره اخبط عليهم يا جدعان. لا انا شفت صوره الفطير دي بس ما كنتش في هناك. لا انا وانا اروح على فطير. قولي لي لو فيديو كرومي في خرفان ارمي يعني جبتتي على البرلمان. انا وفي المقابل خلينا نقول اني رحت وزارات شفت ان الاداء بسيط. يا جماعه دينا بتروح تاكل في البرلمان على فكره، وده بلاغ رسمي على الهواء ضد دينا عبد الكريم وما خدتنيش معايا. النهارده الحدث اللي يعني احنا تعودنا كمصريين خلاص ان عندنا الهري اليومي، القصه اليوميه اللي كل مصر ال 90 مليون كلهم بيبقوا بيتكلموا في موضوع. من امبارح موضوع عبد الرحمن والمعزه، لم معزتك، واللي اتضح ان النص الثاني من المكالمه يقال ان هو مفتعل او مفبرك. الموضوع الثاني الطفل اللي سميناه الراقص مع الكلاب. موقع اليوم السابع عمل تقرير، او يعني انا بحيي منة طلال اللي هي الصحفيه اللي عملته، وفيديو مع ولد، الولد فيه براءه غير عاديه. عبد الرحمن طفل شبه ولادنا، مش هقول طفل عليه شراسة ولا عليه إجرام، طفل أغلب من الغلب يعني 11 سنة، وبيحكي لنا إن أبوه رماه في الشارع، ومرات أبوه بتضربه وتبهدله، وأخوه مش عارف اترمى هو كمان في الشارع. القصة اللي بنسمعها من أيام سندريلا. يعني فاكرين قصة سندريلا اللي بيحكوها لنا؟ ما زالت سندريلا قصتها بتتكرر في حياتنا للمرة المليون. عملنا إيه؟ إيه الخطوة اللي خدناها؟ تعالوا نشوف التقرير ونرجع نتكلم في قصة عبد الرحمن. بين عشية وضحاها وكما تشتعل القصص في مصر مؤخرا، انتشرت قصة الطفل عبد الرحمن التي اهتمت بها الصحافة الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا. استيقظ المصريون ليدور حديثهم عن عبد الرحمن الراقص مع الكلاب كما سماه تقرير جريدة اليوم السابع. مذيعات خرجن على الهواء يبكين قسوة المجتمع، وتوجيهات من وزيرة التضامن بتوفير الرعاية الكاملة للطفل عبد الرحمن في دور أطفال بلا مأوى،
ووعود من الأحوال المدنية باستخراج شهادة ميلاد للطفل الذي لم يكن أحد يراه، وتبرعات من مئات المؤسسات الاجتماعية وشخصيات عامة ورجال أعمال ومواطنين لمساعدة عبد الرحمن الذي أوجعهم بحديثه عن رحمة رفاقه من كلاب الشوارع عن المجتمع الذي يقسو عليه. قبل عام خدش طفل آخر يدعى محمد عادل ثبات المجتمع بحديثه عن مصر القاسية والدولة الغائبة. احنا عايزين كده وعايزين فلوس، يعني الناس الجمهورية ده يدوك ده؟ يرضيه ايه؟ بص الراجل ده يرضيه اننا نقف في الشارع؟ فكان رد الفعل مكرر ومماثل، اهتمام على السوشيال ميديا وبكاء على الشاشات ولقاءات تلفزيونية ثم لا شيء. عبد الرحمن وغيرهم ممن لا نراهم إلا حين تركز عليهم الكاميرات تقدرهم الأرقام في حدها الأدنى بأكثر من 16,000 طفل مشرب بلا مأوى، قصص بعضهم أكثر ألما وصعوبة من تخيلاتنا، لكننا لا نراهم بل في الغالب ننهرهم ونبتعد عنهم ونخشاهم. أمثال عبد الرحمن تركة تورثها حكومات غائبة إلى أخرى مرتبكة دون أن يلتفت أحد إلى أصل الظاهرة، وهي الانهيار الاجتماعي والانحلال الأخلاقي والفقر. وإن كان سحر الإعلام قد لعب لعبته وانفطرت قلوبنا على واقع قصة عبد الرحمن، فإن تأنيب ضمائرنا المؤقت يحتاج إلى يقظة أكبر تمحو الظاهرة من جذورها. أحيانا بنقول فاقد الشيء لا يعطيه، بس في واقعة عبد الرحمن فاقد الشيء بيعطيه. يعني هو الولد في ظل احتياجه الشديد للحنان، لا هو عنده طاقة حنان يديها لحيوانات غير عادية. مش دي المشكلة، مش عارف هل احنا كشعب ولا دي حاجة عالمية اننا بنسخن نسخن نسخن وننزل على ما فيش. يعني هنتكلم النهارده عبد الرحمن ونتبناه ونخلي بالنا منه واولاد الشوارع وننزل نعمل لنا مش عارف ايه، وهس يخلص الموضوع على كده. وبكره اتشعبت في عربيتك مليون عبد الرحمن وتبقى حاسس انهم عالة ومتضايق منهم ومتضايق من شكلهم. هو الحقيقة انه احنا ما بننفعلش غير لما يحصل شير او انه حد يصور، او انه طبعا ده دور الاعلام ودي دور الصحافه، ده دور الصحافه الاساسي. والحاجه الايجابيه اذا قلنا ان في حاجه ايجابيه في السوشيال ميديا فهي انه كل واحد فينا بقى صحفي، بقى يقدر يصور حاله زي عبد الرحمن ويثير تعاطف الناس ومحبته. سؤالنا دلوقتي هو مين اللي عمل عبد الرحمن؟ هو في بيوت، في قوانين، في حد مقصر؟ تعالوا نسال الاسئله الكتيره دي. والد عبد الرحمن هل هو مسؤول عن كون عبد الرحمن في الشارع؟ قبل ما نقول ان الدولة مسؤولة والدولة غائبة، كلام في التقرير كان جامد قوي، يعني الدولة مسؤولة لما تلاقيه وتسيبه. لكن من ساعة ما انور وجدي قال اللي ملوش اهل الحكومة هي اهله، واحنا خلاص بندور على ماما الحكومة. لا بص انا اسألك سؤال بطريقة تانية، هو في قانون عندنا في مصر بيعاقب الاب اللي يسيب ابنه في الشارع؟ هل عندنا قانون يقول ان الطفل النهارده لو ابوه ضربه عذبه؟ يعني من اسبوعين كان عندنا مستشار ابنه بيتعذب وظهره كله، ايا كان وقع النيابه بتحقق فيها، ولكن هل عندنا قانون يحاكم هذا المستشار او هذا او ابو عبد الرحمن؟ هل في خط نجد الطفل النهارده؟ هو موجود الخط، بس هل انا لو انا عبد الرحمن ورحت اشتكيت ورحت اتصلت بخط الاطفال ده، هتجيلي عربيه مثلا تاخدني باتنين ببدل وياخدوني ورا ويدلعوني ويعشوني ويروقوني، ولا هيقولوا لي عدي علينا مره تانية؟ انا رهنك من قبل ما نجرب انه طب انه بيحصل. تعالوا نجرب يا جماعه. قلنا يا جماعه كده خط نجد الطفل، ويا ريت يردوا ويقولوا لنا الموضوع بيمشي ازاي ونشوف. نتمنى يكون في اليه للكلام ده. عارف ليه احمد انا متاكده انه هيبقى في رد؟ لانه احنا خط نجد الطفل. الو ايوه مساء الخير. مساء الخير يا فندم. خط نجد الطفل. خط نجد الطفل مع حضرتك، اتفضل. طب حضرتك انا عايز ابلغ بس، عندي طفل صغير ابوه بيعذبه وبيضربه وبيبات في الشارع بقاله كام يوم، يعني ده نعمل معاه ايه؟ فين مكانه يا فندم؟ في القاهره في الدويقه. طب ممكن تقول لي العنوان التفصيلي لو سمحت؟ طيب احنا بقى حضرتك معاك برنامج المصري 360 وبنشكرك على الرد ده، ونتمنى ده يكون الرد الطبيعي. انت بقى على الهوا دلوقتي قول لي ايه اللي بيحصل في واقع زي دي؟ في يا فندم اخصائي تابع لخط النجده بينزل يتوجه للطفل وبيتاكد ان هو يعني ملوش اهل او موجود في المكان ده بقاله فتره، تمام، وبيتم التعامل معاه بالاجراءات القانونيه للايواء سواء كان محضر او قرار بايداع من النيابه، وبيتم ايداعه في احد دور الرعايه تبع لوزاره التضامن الاجتماعي او المؤسسات الاداريه التابعه للدوله او احد الجمعيات الخاصه الشريكه او الجمعيات اللي احنا بنتعامل معاها في الايواء عامه. جميل. طيب هل النهارده يعني بيجي لك كم مكالمه كل يوم مثلا؟ عارف انا عدد المكالمات كتير، حضرتك بتتكلم على بلاغات الايواء ولا على البلاغات اللي بتيجي لخط النجده ككل؟ عامه خط النجده بيتلقى كم مكالمه؟
يا فندم يعني مش اقل من 500 مكالمه يوميا. وده السؤال بقى، بتقدروا تستوعبوا 500 شكوى ب 500 طفل؟ وهل لو طفل اللي اتصل بحضرتك هتقدر تتعامل معاه وتثق في كلامه؟ يا فندم التعامل مع كافه البلاغات بمجرد ما بيتم تلقي اتصال سواء كان من اب او ام او اي احد المبلغين او زي حضراتكم لو بتستفسروا عن اي معلومه بتخص الطفل او استشارات نفسيه، كل البلاغات بيتم التعامل معاها عن طريق التخصص بتاعها. سؤال، الاطفال حضرتك قلت انهم بيوزعوا على دور الرعايه مش كده؟ تمام. مين الجهه المسؤوله عن الرقابه على دور الرعايه؟ وزاره التضامن؟ وزاره التضامن الاجتماعي يا فندم. وحضراتكم بتقدروا تتابعوا مع هذه مع هؤلاء الاطفال بعد ما بيوصلوا لدور الرعايه، ولا دورك بينتهي بعد ما بتوصلوا وبعد كده دي بتبقى مسؤوليه شخص تاني؟ المسؤوليه يا فندم بتاعتنا ان احنا ناخد الطفل من الشارع، تمام، او من المكان، او لو في عنف اسري بيتعرض له بناخد الطفل من المكان اللي بيتم العثور عليه فيه او من المكان اللي هو بيتعرض للايذاء فيه وبيتم ايداعه مع الدور التابع لوزاره التضامن، وبناء عليه بيبقى المسؤوليه بعد كده عن الايواء بتبقى عن وزاره التضامن الاجتماعي، او لو المكان ده تابع لخط النجده بيبقى في متابعه من خط النجده نفسها. طب سؤالي الاخير لحضرتك، هل يعني معرفش عندك المعلومه ولا لا، هل في اليه لعقاب الاب ده؟ يعني لو واحد قال لك ابويا بيكويني بالنار، هل بتبلغ النيابه مثلا ويبقى في شق قانوني في الموضوع؟ اكيد طبعا يا فندم، في اكتر من حاله تم رصدها في الفتره الاخيره وكانت واخده يعني جانب اعلامي وتم التعرض ليها في يعني الشرطه طبعا من الاماكن اللي احنا او من الجهات اللي احنا بنتعامل معاها في البلاغات، وزاره الداخليه قطاع حقوق الانسان وقطاع رعايه الاحداث برضو معانا، وان في خطابات بتتبعت للنائب العام والنائب العام برضو والنيابه العامه وكل الجهات المعنيه بالعقاب سواء كان للاب او للام او لايا كان، لو صاحب عمل، لو مدرس في مدرسة، لو مدير، لو ايا كان الشخص المخطئ ده بيبقى فيه تعامل معاه بغض النظر عن كينونته. طب اخيرا هنشكر حضرتك بس اديني الرقم بقى وانا هعمل لك دعاية، بص زي ما انت عايز يعني في سوشيال ميديا. هو مش ناقص دعاية. قول لي الرقم كام واحنا هنخلي لك ال 500 مكالمة بكرة 5000. رقم ايه يا فندم؟ رقم 16000 يا جماعة؟ 16000 نجدة. 16000 يا فندم بخط نجدة الطفل. في ارقام اخرى ولا ده بس؟ في خط المشوره الاسريه برضه خط تابع للمجلس القومي للطفوله والامومه ده 16021، ده خاص بالمشاكل الاسريه او المشاكل بين الزوجين او يعني بعض الاستشارات الطبيه، وفي خط الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه 0800 3846، تمام، ده خط برضه. طب يا جماعه في الكنترول لو سمحتوا منزلوا لنا الارقام دي طول الحلقه عشان نبقى عملنا حاجه ايجابيه، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا. احنا عايزين نشكرك جدا ونحييك لانه احنا فعلا احنا كنا عايزين نرصد انه خط نجده الطفل يا جماعه بينجد الطفل ولا لا. احنا بنشكرك، بنكرر شكرنا ليك، وعايزين نقول للساده المشاهدين ان دي مكالمه حقيقيه، لا احنا متصلين بيهم قبل الهوا ولا متفقين معاهم ولا كنا عايزين نقول برافو على حاجه ما بتحصلش. ده كنت ناويلهم على ايه لو ما ردوش؟ الحقيقه انه لا، انه لما ناس بتعمل شغلها ده احنا لازم نقول لهم برافو وشكرا وكتر خيركم وربنا يقويكم، لانه 500 مكالمه في اليوم يعني 500 بلاغ يعني 500 طفل في 500. لو احنا نحب نحكي يا جماعه ده هتلاقي الطفل بيتصل يحكي بالزبط. يعني احنا شعب حكاء يعني. ففعلا حاجه تفرح بقى، يعني خلونا نفرح انه في ناس بتشوف شغلها، والحقيقه انه كمان وزاره التضامن بتعمل شغل رائع، لاننا بنشوف حتى الناس اللي بلا مأوى مش بس الاطفال اللي ازاي بيتم الرعايه والاهتمام بيهم ورعايتهم وتغيير حالهم. فالقلب واكله على طفل بقى، مش بس انك تديله ولا ترميله 2 جنيه او بالظبط يعني الهاشتاج بتاع سالم، انه خليك ايجابي، اتصل بخط نجد الطفل، اقف معاه، خد من وقتك 10 دقائق وقف جنبه لحد ما تعمل المكالمه، خد من وقتك يوم عشان الطفل ده يوصل لمكان تابعه. يعني اقصد في الف حل غير اننا نقول الدوله سايبه الناس في الشارع. احنا عارفين انه احنا كتير قوي يا جماعه، ورعايه 90 مليون مواطن بغض النظر عن التقصير، او عفوا بدون غض النظر عن التقصير اللي ممكن يكون بيحصل من جهات كتير، بتبقى دورنا كلنا، والا ما كانش فيه ابدا داعي لوجود منظمات مجتمع مدني في العالم كله. هو ده المجتمع المدني، انا وانت واحمد وكل حد عايز يبقى ايجابي ويساعد حد. فانا سعيده قوي بالمكالمه دي. خلينا بقى ندخل في حاجه، يعني ده لو عبد الرحمن هو حديث اليوم، ومعانا النهارده رضوى فتحي اخصائيه العلاقات الاسريه لموضوع عبد الرحمن اخر والمعزه، وده طبعا حديث اليوم الاخر. معانا النائب علاء عابد في حديث اليوم ايضا، اللي هو القرار المفاجئ للجنه شؤون الاحزاب باعتبار ما كان من السيد عصام خليل من قرارات كان لم يكن. هنسال النائب علاء عابد، ملفاته كتير جدا. بس الاول بقى نتكلم في حاجه مكمله معانا بقالها كام شهر، التماثيل اللي في الميادين. احنا اعظم شعوب العالم في التماثيل، يعني لما تلاقي تمثال رمسيس الثاني الرائع ال 8 متر اللي طالع من تحت الارض
واحفاد المصريين القدماء النهارده بيعملوا التمثال للراجل ابو ملابس داخليه اللي خد نصيبه في التريقه والعمده الالي والست مش عارف كانوا مسمينها انفرتيتي كانوا مطلعين عليها اسم برضه. كان في حاجات مش انا دي اختي منى كانوا مسمينها التمثال مكتوب تحتيه والله ما انا دي اختي منى. المهم عايزين برضو زي ما احنا بننتقد التماثيل دي نقول ان ظهر عندنا او مش ظهر هم موجودين شباب بتعمل تماثيل رائعه بافكار جديده جدا. نتمنى ان الشباب دول هم اللي يقودوا الولاد دول ممكن عندهم استعداد للتطوع وتقديم فنون رائعه بس ادوا العيش لخبازه. تعالوا نشوف التقرير عن التماثيل. في الوقت الذي غزت فيه عشرات التماثيل المشوهه ميادين المدن والمراكز في مصر إهدارا للمال وتغيبا للتخصص والمهارة وإسناد الأمور إلى غير أهلها، جذبت أعمال فنية لمبدعين شباب أنظار الجميع في افتتاح أحد المولات التجارية الشهيرة لتطرح قضية تقدير الفن والجمال. النحات أصلا المفروض شغله بيتفاعل مع الجمهور، يعني المفروض شغل النحات أو معظمه يعني بيتحط في أماكن عامة، بس في الحقيقة ده ما بيتاحش لمعظم النحاتين، يعني ومستويات هائله جدا من الناحيتين، بس ما يتحلوش انه يحط تمثال في مكان عام. كون الواحد يحط عمل يتفاعل مع الجمهور العادي خالص اللي من كل الطبقات، دي كانت تجربه بالنسبه لي قالت حاجات كتير قوي، واهمها وكانت اكترها سعاده ليا يعني ان الشعب المصري فعلا فعلا بيحب الناحيتين. معظم الشغل ده للاسف هم ما بيعملوش ناحيتين، يعني ده بيعملوا ناس مش يعني حتى مش عايز اقول هواه، هم بيبقوا فيهم صناعية مثلا محارة، طبعا ما بهزرش ده حقيقي، وبتتعمل من باب المجاملات في المحليات كده، عارف حضرتك فكرة فنان القرية أو اللي هو الواحد مثلا صناعي بس بيعمل حاجات، فطبعا بتبقى تكلفتها هزيلة جدا وبتتعمل من باب المجاملات أو لكن ما بتبقاش شغل نحاتين يعني محترفين. في ناس سميته على السوشيال ميديا وده كان جميل، لان اداره المول بتسالني على اسم التمثال بقى لها مده وانا مش عارف ارسى على اسمه، وبعد كده فعلا ابتديت اشوف ان الناس هي سميته، يعني سميته تمثال الحريه او تمثال حريه المراه، وهو ده فعلا اللي كنت اقصده، هي لحظه كانها لحظه تحرر او لحظه انطلاق، فده حلو ان الرساله وصلت الحمد لله، وان الناس هي اللي حست ده من الحركه يعني او من التصميم بتاع التمثال. فكره ان انا احط عمل في مكان هيزوره العامه، فكرت ان انا اعمل عمل تفاعلي يخرج للناس بحيث يتفاعلوا معاه، ففكرت في المهرج، وزي ما قلت ان انا كنت بفكر ان انا برضو اعمله بشكل مختلف شويه. هو دايما المهرج بيبقى بيضحك بيلعب، قلت اعمله بشكل فيه الحزن اللي هو بيبقى جواه اصلا، احاول اخرجه على وشه وفي ملامحه، وفي نفس الوقت حطيت معاه مرايه بيقدر المشاهد او الناس اللي موجودين ان هم لما يقربوا من التمثال بيتفاجئوا ان ملامحهم بتتغير، بيشوفوا نفسهم بشكل تاني شكل مختلف. وطبعا كان التركيز كمان على الملامح بتاعة المهرج، ان هو يبقى في الحالة اللي هي الحزينة الداخلية بتاعته خرجتها في البطاريه بتاعه. المشكلة طبعا في مصر هي مشكلة تنظيم، ان احنا الاحياء او المحليات بتبقى عايزة تعمل عمل فني فممكن يلجأوا لحد مش متخصص للأسف، فبيعمل اعمال هو شايفها طبعا كويسه، لكن المشكله انها بتبقى اعمال للاسف بتبقى مشوهه، والحمد لله ان الناس بدات تاخد بالها ان احنا الحاجات دي لازم تتشال. في فنانين كتير جدا في مصر محترفين يقدروا يعملوا رؤيه مختلفه للتماثيل الموجوده في الميادين والاعمال الجداريه اللي ممكن برضو تكون موجوده في الميادين، وده انا شايف ان الدوله بدات تتحرك، لان الفنانين كتير يعني بداوا يشاركوا ان هم يحصل اجتماعات علشان نغير الوضع اللي موجود دلوقتي.
يعني تحية للفن والفنانين واللي عندهم طاقة كده تخلينا بعد ما كنا بنشوف الصور اللي بدأنا بيها التقرير نشوف انه لا يا جماعة ما تستسلموش، لانه الموجة بتاعت انه بصوا بلدنا بيحصل فيها، بصوا الاشكال، لا بصوا الخيبة بتاعت بعض الناس اللي بتختار واحد مش متخصص وتقول له تعالى اعمل تمثال، مش بصوا حال الفن في بلدنا. حال الفن في بلدنا ممكن يعبر عنه واحد زي الفنان احمد موسى اللي كان معانا او محمد نبوي، الفنانين الرائعين اللي انا فرحت جدا لما عرفت ان هم كمان مدرسين بكليات الفنون الجميله، وانه في قدوه وانه في اجيال جايه طالعه، في زي احمد موسى ومحمد نبوي كتير جدا، في الاف من الفنانين. الخيبه مش في الفن ولا الذوق، الله يخليكم ما نستسلمش لفكره انه خلاص الذوق انحدر، لا، الخيبه في الموظف، عفوا كمان مرة، الخايب اللي بيسيب فنانين مصر العظماء ويروح يختار عامل ولا راجل قريبه ولا واحد صاحبه ويقول له تعالى اعمل لي تمثال في ميدان. تعالوا يعني يا رب يكون معانا، انه تعالوا نشوف تماثيل مصر كانت عاملة ازاي في فترة مش بعيدة. يعني اللي بيزور جامعة القاهرة بيشوف تمثال نهضة مصر في مدخل كده الشارع المؤدي الى جامعة القاهرة. تماثيل ميادين مصر كانت طول الوقت، طبعا نهضة مصر للفنان الكبير محمود مختار، طول عمرنا كانت التماثيل دي عنوان اهو العظمة بتاعت مصر. خلونا بس ننظف عينينا، طول عمرها كانت عنوان لثقافتنا ولحضارتنا ولتاريخنا والحاجات كتير. واحد من التماثيل الاروع في حياتنا هو تمثال نهضة مصر، لانه بيعبر عن حاجات كتير. الاروع بقى لما تروح اي حتة في العالم، تروح اي حتة في العالم وتشوف مسلة حلوة ولا تشوف تمثال كده مصري قديم. سعد باشا زغلول اكيد، راجل سعد باشا كلمة محمد نجيب، وده محمد نجيب ده في ميدان التحرير، وده حديث على فكرة، ده بقى مش كتير. بصي الدقة، وعلى فكرة ده مش انا برضو ايه، في ناس بتزعل من نغمه 7000 سنه حضاره، لا احنا بنكلمكم في تماثيل من 50 60 سنه، تماثيل مش كبير. محمود مختار يعني حد عاش في القرن العشرين معانا وكان بيمشي ويروح ويجي، مش حاجه، مش كيمياء يعني. النهارده بقى الدنيا حلوه كده، خلينا نكمل في الاخبار الحلو. احنا تابعنا مع حضراتكم من وقت قليل اكشاك، لا استنى اكشاك مين؟ ليه؟ انت عايزه، لا ماشي، اصل انا جايب لهم مفاجاه فخليها نختم بيها، خش على اكشاك. خلينا نكمل في الحاجات الحلوه، الطاقه الايجابيه دي مش عايزين نمسحها يا احمد. لا لا، ده انا اديكي، بصي انا معاكي في الايجابي لبكره الصبح. صراحة انا تعديت منك يا احمد صحيح. والله انا ما كنتش عندي الطاقه الايجابيه لازم يعني، والله يا جماعه صدقوني صدقني اديتني امل. لو كل واحد فينا ادى امل ل 10 حواليه، واحنا مثلا 5 مليون متفائل في مصر، الوضع صعب دايما، الوضع في سواد، ماشي يا عم الحاج، بس وبعدين هتحط هتدفن راسك في الرمله، مفيش فايده. اسمعوا كلام دينا بقى، مفيش فايده. اكشاك بيع القمامه واعاده التدوير اللي بدات بيها محافظه القاهره مشكوره، المبادره اللي بقى لنا سنين بنحلم بيها تحققت اخيرا. عدد محدود من الاكشاك حقيقي، لكن خلونا نشوف الاكشاك دي بعد اسبوع تقريبا من بدء عملها، تعالوا نشوف شغاله ولا لا، المواطنين بيتجاوبوا معاها ولا لا، تعالوا نشوف ونرجع نتكلم. هي تجربة كويسة، بتوفر بدل ما انت هترمي الحاجة او بترمي الشارع او تزبل الشارع، لا حاجة بتستفاد منها برضك وبتجيبها للمكان المعين. هو ده لا يغني عن جامع القمامة، ولكن برضك دي حاجة مع الوقت هتنظف المكان وهتنظف الشوارع ومش هيبقى فيه زبالة زي الاول. بالنسبة للمشروع ده، هو من المشاريع التجريبية اللي اتعملت واللي فيها صدى كبير قوي واتعمل لها ضجة اعلامية كبيرة، وفعلا لاقت نجاح كبير في الكام يوم اللي فاتوا دول، وفعلا المواطن عرف المكان وعرف الطريق وعرف ان هو هيجي يبيع وياخد فلوسه في الحال في الوقت. يعني النهارده بدل ما كان بيرميها او بيديها لاي حد، هو بنفسه بيجيبها لحد هنا وبيبيعها وبياخد ثمنها. دي الثقافه الجديده في النظافه. بنتعامل مع الناس ان هم المفروض المواطنين الجمهور بيفسروا الحاجه المخلفات بتاعتهم الصلبه في البيت، وبيجوا هنا بنوزنها بالكيلو بناء على اسعار بتبقى متحدده هنا معلقينها، وبناخدها يعني كل نوع بسعر طبعا بناخدها منهم، بنرجع احنا بعد كده نفرزها تاني. مش كل الناس طبعا لسه عندها ثقافه ان هي تطلع كل حاجه لوحدها. ما تعملوش دعايه كويس، يعني معظم البيوت ما عندهاش فكره، يعني كان اصول من الحي او مناديب تطلع منكم تلف على البيوت تنبه وايه الحاجات اللي انتوا عايزينها او المطلوبه وايه اللي مش مطلوب. يعني في معظم الناس بيسالوا يعني ايه هو المطلوب وايه اللي مش مطلوب. دي مبادره يعني تفكير سليم 100%. الناس بدل ما ترمي حاجات في الشارع وتوسخ الشوارع، لقت حد يحافظ على البيئة وفي نفس الوقت
الناس ما بتخسرش حاجة، يعني بتيجي ترمي المخالفات بتاعتها وبتلاقي ناس بتاخدها تستنفع بيها لأغراض ممتازة فعلا. والله المشروع ده كويس وجديد، يعتبر أنا أول مرة أخد بالي منه. أحسن ما كنا طبعا الزبالة تترمي في الشارع، ده كمان يبقى فيه مقابل مادي، ده يعني مشروع كويس جدا. يعني لما بشوف الافكار دي بفتكر دايما، يعني كنت من اسبوع معانا دكتور جابر جاد نصار، تتفق او تختلف معاه ده مش موضوعنا دلوقتي، بس قال جمله نفسي علقوها على باب مجلس الوزراء، ان الامكانيات الماديه مش حائل قدام ان انا اطور في هنا، في فكره، في افكار بتسبق الواقع. مش عايز اقول اسماء تجاريه، بس في شركات التاكسي الجديده اللي في مصر عملت فكره، ما عندهاش ولا عربيه بس عملت فكره، وفكره بالمليارات. كذلك فكرة زي الزبالة وغيرها وغيرها، لازم نفكر في حاجة هي ظروفنا كده، نفكر بقى في خلال في ظل ظروفنا دي هي الحلول المبتكرة اللي نقدر نطلع بيها من المشكلة دي. وعايزة اقول لك برضه احنا هي مش فكرة، يعني خلينا بس ما نسرقش الكريدت، هي العالم كله بيعملها، فاحنا اذا اعترفنا بانه في سيستم او نظام العالم كله بيستخدمه وبينجح فهو ينجح معانا، احنا مش كائنات فضائية من كوكب تاني. فهي لا، وعايز برضه احيي بالمناسبة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم الاسبق، هو اول من طبق هذه الفكرة واقيل بعدها، ما اعرفش ليه علاقه ولا لا، بس هو راجل اقيل، بس لازم نديله حقه، هو مش في المنصب حاليا، بس هو اول محافظ يطبق فكره بيع الزباله. تعالوا بقى نضحك شويه ونشوف ان احنا شعب دمه خفيف، يعني في عز، يعني مثلا كنا نضحك زمان ايام الاخوان على القنابل اللي لما تيجي تتفك وتلاقي واحد بيدي سندوتش بيض وبسطرمه اللي بيفكها، وواحد واقف حواليه يسقف له يلا يا عم ايه اديله ادي. النهارده برده نفس الحكايه، رمسيس الثاني نايم تحت المجاري بقاله 1500 سنة وطالع أسد بسم الله ما شاء الله عليه، مش عايزين نحسده، والجمهور واقف له يقول له إيه؟ تعالوا نشوف الجمهور شجع رمسيس وقال له إيه؟ والله العظيم شعب زي العسل يعني. شايفه الاداء؟ بص انا يعني بصراحه المشهد ده بالنسبه لي يعني كوميدي فاصل، لا كوميدي التراس. شوف بيقول لك الحضاره اهي، التراس رمسيس. ان المشهد خلونا بس ما يعني ما نفرطش في التفاؤل، المشهد يخلو من الحضاره، يعني احنا كنا من اول استخراج الجزء الاول من التمثال احنا بنعيط وبنبكي على انه كان في تصرفات حضاريه كتيره ممكن تحصل في المنظر. في الجزء الثاني من نقل التمثال واضح انه تم السماع شويه للضغط بتاع السوشيال ميديا، فبقى الشكل افضل شويه، جابوا لهم يونيفورم للعمال، الدنيا بقت افضل شويه، الرفعه بقت افضل، بس ما حصلش كردون، ما حصلش تنظيف للمنطقه، ما حصلش حاجه تناسب الحضاره. دينا الولاد يا حبايبي بيقولوا الحضاره اهي، بس هو احنا مش عاملين حاجه تليق بالحضاره الحقيقه، مش لا 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 بس يعني. بس اقول لك حاجه، رئيس اللجنه الالمانيه، شوفي برضه احنا تشاؤميين، يعني احنا نكد ليه؟ رئيس اللجنه، اقول لك انا بس، رئيس اللجنه الالمانيه قال حاجه عجبتني قوي، قال انتوا زعلانين لان الاطفال فرحانين بحضارتهم، يعني هو ده طريقه تعبير الاطفال. حلو. انا بقول لك لفظ خارج، انا زعلان ان المشهد كله ما فيهوش حضاره يا حبايبي، هم شايفين طبعا الحضاره القديمه. هو السؤال هنا قبل ما نطلع فاصل، انا كرمسيس الثاني استفدت ايه؟ مثلا يعني انا طالع من بلاعه مجاري 1500 سنه، لا وبيغنوا لي الحضاره اهي، ورايح اترمي في المخزن، نتمنى يعني رمسيس الثاني يقابل بما يليق به كاحد ملوك مصر العظماء. رمسيس الثاني اللي طرد الحيثيين، وراجل يعني من الملوك اللي تاريخهم حتى معلومات كامله عنه. نطلع فاصل أنا بقى. معلوماتي بس عندي معلومه حلوه لازم اقولها لك، انه رمسيس الثاني من المقرر ان هو هيكون مكانه في المتحف المصري الكبير في قسم بدايه الحضاره، او فيه هيبقى قسم عن بدايه الحضاره اللي هي بدات من عين شمس من مدينه اون. فاحنا عايزين نشوف عايزين نعمل حلقه عن مدينه اون دي، ونجيب دكتوره، يعني نستضيف دكتوره مونيكا حنا، دكتور وسيم السيسي. نفسي اتخيل اون دي كانت شكلها عامل ازاي لما تلاقي ان بقى يعني يا جماعه تحت المطريه وعين شمس دلوقتي مدينة. احنا فوق بنغني مهرجانات وبالمطاوي وبالسنج، ده سلوكيات احنا وراها لغايه ما ان شاء الله تختفي، لكن تحت في مصر العظيمه، تحت في مصر الجميله اللي بنفخر بيها. عايزين نجيب حد يحكي لنا عن القصه دي قريب في حلقه قادمه، وترميم التمثال وتجميع اجزاء. لا دي تحت في ايه تاني؟ ما لو كده نخلي المنطقه ونجيب اليونسكو مثلا تفضيها، وان يعني لازم يبقى في اجراء ان المطريه نشوف تحت في ايه. ونطلع فاصل، قبل ما نطلع فاصل اقول لكم الهاشتاج الابدي بتاعي مصر جميله، وهاشتاج كمان الحريات. لا بعد الفاصل، علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان
ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب. قدم عابد منذ توليه رئاسة اللجنة الكثير من المقترحات والمشروعات حول إلغاء الحبس الاحتياطي، مقدرا عدد نزلاء السجون منهم حاليا بنحو 30%. كما طلب عابد بالإفراج الصحي عن أصحاب الأمراض المزمنة. انتقد عابد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي وجه اتهامات لوضع حقوق الإنسان في مصر، ويرى عابد أن هذه التقارير ليست موثقة طبقا لآليات الأمم المتحدة الخاصة بالرصد والتوثيق وتقصي الحقائق، وبالتالي لا يمكن اعتبارها تقارير حقوقية. جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القائمة الثانية من العفو الرئاسي، والتي شملت نحو 203 من الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا ليزيد من قوة مصر خارجيا في ملف حقوق الإنسان. في الوقت ذاته واجهت مصر في الفترة الأخيرة انتقادات من تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان، والذي انتقد الأوضاع الحقوقية وتحديدا حول الاختفاء القسري وسوء حالة السجون وظروف الاحتجاز. تقرير اعتبره بعض الحقوقيين موجها لأغراض سياسية لتجاهله نجاح مصر في قضايا احتواء الشباب واستقبال اللاجئين من دول الصراع في المنطقة وتبني الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفساد، فيما يرى البعض الآخر أن صورة مصر أمام المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان شديدة القتامة، وأن هناك عددا من المنظمات الدولية قررت وقف العمل في مصر ونقل مكاتبها لخارج مصر، وهو ما أثارته المستشارة الألمانية ميركل خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة. وما بين رفض وقبول الواقع المصري لأوضاع حقوق الإنسان، تعمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان على عدة ملفات، أهمها إلغاء الحبس الاحتياطي والإفراج الصحي عن أصحاب الأمراض المزمنة، وهي القرارات التي ينتظر كثيرون تفعيلها. رغم وجود 600 نائب، يعني قرابة 600 نائب في مجلس الشعب، ولكن في أسماء بتتردد كتير قوي الأيام دي بالذات أو الفترة الشهور الأخيرة. هل لانها يعني مثيره للجدل، ولا لان نشاط زايد منها، ولا مستهدفه، ولا يعني تعالوا نفهم النهارده معانا احد الاسماء التي تتردد مؤخرا. معانا سياده النائب علاء عابد. علاء بيه الزهر، اهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا بحضرتك استاذ دين. اهلا بيك سياده النائب. وانا يعني في البدايه احمد يعني بيقول كده بتهذب كده انه الاسماء تتردد، هاخد انا شويه الخطوه. اتفضلي يا فندم، خدي راحتك. بقول لك انه بتتردد وحواليها كتير من المشاكل احيانا، الانتقادات احيانا اخرى، لكن مش هنبتدي بدي. عايز ابتدي اقول لك انا جاهز زي ما انت عايز. توصيفك لوضع حقوق الانسان في مصر النهارده، واحنا الحقيقه انه بصدد الكلام عن عفو رئاسي تاني لمجموعه تانيه. خلينا بس نتكلم، نقول لازم نبقى عارفين ان احنا طالعين من ثورتين عظيمتين. ثوره كانت شعارها اولا عيش حريه عداله اجتماعيه، الحريه المتمثله في حقوق الانسان، حقوق اقتصاديه، حقوق اجتماعيه، حقوق مدنيه، حقوق سياسيه ايضا. حقوق الانسان في مصر بتتقدم، ولكن في بدايه الطريق في فرق. يعني للاسف الغرب لما بيجي يحاسبنا بيحاسبنا ان احنا دوله بقالنا 100 سنه بنمارس حقوق الانسان، ولكن حقوق الانسان لدى المواطن المصري ولدى الحقوقيين ايضا ولدى الاجهزه الرقابيه ولدى المجالس القوميه المتخصصه لم يصل للمعنى الحقيقي لحقوق الانسان. واعتقد ان كل واحد عنده مفهوم مختلف اصلا. ما هو ده بقى اللي احنا عايزين نعمله عشان نحل المفهوم ده ونوصل لمفهوم نتفق عليه. انا شايف وكان في مبادره من اللجنه ان الطفل من 9 سنين وهو سن الادراك لازم يدرس له ماده حقوق الانسان. احنا كنا بندرس التربيه القوميه زمان والتربيه الوطنيه، لا لازم التربيه الوطنيه والتربيه القوميه تبقى معاها ماده حقوق الانسان. اعرف يعني ايه انا ليا ايه وعليا ايه للوطن ده، ايه اللي ايه حقوق اللي ليا وايه الواجبات اللي عليا، فهطلع عارف فاهم اعرف اجيب حقي في اي وقت. ولكن مساله حقوق الانسان في مصر لغايه يعني حتى الان في ناس كتير مفهومه لحقوق الانسان ان حقوق الانسان مفهوم غريب علينا ومفهوم غربي واحنا مش كده. لا، حقوق الانسان هي حق نص عليه الدستور ونص ايضا على المواطنه، لكل مواطن مصري ليه حقوق وعليه واجبات. طب سياده النائب بص، خلينا ندخل في الموضوع ونبعد عن يعني المعنى الفضفاض لكلمه حقوق الانسان ان هو حقه في الاكل والشغل وبتاع. لا، خلينا ناخد الجانب المعتاد عليه الناس اللي هو التعذيب والقهر والكلام ده كله. في الايام الاخيره تقرير وزاره الخارجيه الامريكيه، تقرير الامم المتحده، بدا اسمنا يتردد ان احنا ناس اولا بنقهر المراه، المراه المصريه والسوريه والامم المتحده. الامم المتحده، تقرير الخارجيه الامريكيه، يعني لسه منظرنا مش حلو بره ليه؟
خلينا بس الاول نقول ان تقرير الخارجية الامريكية هو تقرير صدر من الادارة القديمة مش من الادارة الجديدة. وزارة الخارجية اصدرت هذا التقرير عن عام 2016. السؤال ما هي مصادر هذا التقرير؟ يعني التقرير اللي كتب وقيم تقريبا 200 دولة منهم دولة مصر. عايزين نقول مصادر هذا التقرير. ايه المصادر بتاع التقرير؟ اولا جماعة الاخوان مصدر، بعض المنظمات الحقوقية المصرية الغير شرعية اللي مش مرخصة مصدر، بعض الكيانات الإرهابية مصدر. للأسف يعني استعانوا برضو ببعض السلبيات. مجلس قومي لحقوق الإنسان بيصدر تقرير كل عام بيقول فيه الإيجابيات والسلبيات، أخذوا منه السلبيات أو الملاحظات فقط وحطوها في التقرير ده. التقرير ده المستهدف بيه إيه؟ وضع مصر تحت الوصاية. يعني أنا مثلا في لقائي مع السفير الهولندي من قريب، السفير الهولندي متخيل أن السفير الهولندي ومدى الحرية اللي فيها هولندا في كل حاجة، ومدى حقوق الانسان مش الامنيه بس والحقوق المدنيه والسياسيه، لا الاقتصاديه والاجتماعيه وكل حاجه، حتى الحريات اللي احنا ما بنسمحش بيها هنا في مصر عندهم. هل تتخيل ان السفير الهولندي بيقول مثلا ان المفوض السامي لحقوق الانسان مطلع ملاحظات كتير في هولندا؟ ده معناه ان كل دوله ليها ملاحظات كتير طبعا. ولكن احنا عندنا بقى مشكله، احنا عندنا توافق ما بين حقوق الانسان وما بين مكافحة الإرهاب. دي المشكلة، هم حقوق إنسان بيطبقوها وما عندهمش أي معضلة في الموضوع المتعلق بالأمن لأن عندهم استقرار أمني. إنما إحنا عندنا حرب صحيح موجودة في سيناء النهاردة بنحارب وفي ولادنا بيموتوا مدنيين وشرطة وجيش قوات مسلحة كل يوم، وفي نفس الوقت الجماعات الإرهابية بتستهدف نوعيات معينة. يعني مثلا استهدافهم للإخوة المسيحيين ما الهدف منه؟ لأن ده اللي بيسير ضجة. أنا وأنا في البرلمان مثلا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النمساوي أول حاجة سألتني عليها قالت لي حقوق الأقليات، قلت لها إحنا ما عندناش أقليات، إحنا عندنا شركاء في الوطن، نسيج واحد، ده المسمى اللي عندنا، أنتوا بتسموا هذا المسمى لأغراض تانية. طيب انا الجزء الاول من اجابه حضرتك يعني مهم جدا ان احنا نقف عنده، لانه البعض قد يرى انه حضرتك بتقول انه التقارير دي طالع فيها منظمات غير شرعيه احنا كدوله مش معترفين بيها او الاخوان، وكان هذا مبررا لكون التقرير سلبيا. وحضرتك حالا لسه بتقول احنا لسه في اول الطريق. صحيح. اذا ما ينفعش او قد يبدو انه صعب انه يخرج من حضرتك كرئيس لجنه حقوق الانسان انه نقول انه لا التقارير دي طالعه فيها شويه يعني من عدم الحياد تجاه مصر، او اننا نكون اكثر شجاعه ونقول لانه عندنا ازمه حقيقيه في مساله حقوق الانسان وانه حضرتك مسؤول عن حل هذه الازمه لانه ملف كبير وملف حقيقي بشكل كبير. هو يعني انا يعني اسمحي لي يعني ان انا اختلف معك. هقول لك ليه انا بنقول لك صوره هتكون موجوده في الشارع لانه ناس هتبقى شايفه كده. اسمحي لي ان انا اختلف معك. مش معنى ان انا بقول ان في عندي مشاكل ان انا اعترف بالتقارير الخارجيه الامريكيه الظالم. هذا تقرير ظالم، لو سيادتك قريت التقرير هتلاقي حتى هتغيري على بلدك، هتلاقي نفسك ان هذا التقرير بيبخس حقك انت كمرأة. هل انت كمرأة وانت قاعدة وانت بتخاطبي المشاهد وبتوعيه وبتنوري له الطريق وموجودة وبتمارسي حياتك الطبيعية وبتركبي عربيتك وكل حقوقك بتاخديها وبتأدي واجباتك، هل انت كمرأة اكثر مرأة مكورة في العالم؟ التقرير بيقول ان المرأة المصرية والمرأة السورية هن الاكثر اضطهادا. هل انت شعره بهذه الحاله؟ لا معلش ما انا هتدخل دينا عبد الكريم مش هحس. لكن اللي بتركب المترو واللي بتتعنف من جوزها واللي في اقصى اقاصي الصعيد لا بتعنف. يعني اقصد يا سياده النائب احنا عايزين نسمع من حضرتك انك صوت الناس اللي حقيقي بتعاني من ده، يعني لانه لو سمعنا من حضرتك انه ده مش موجود هنقلق. لا انا يعني معلش برضه اقول لك تاني. لا براحتك احنا هنا عشان نخرج بفايده. اسمحي لي ان انا اقول لك ان انا صوت الناس. انا اولا اذا كنت صوت الناس وهتحدث على المراه اقول لك انا عندي موجود معايا في المجلس 90 امراه نائبه. اولا هذا اكبر عدد للنائبات في برلمان عربي، دي نمره واحد. نمره اثنين في وزيرات، في الخارجيه، في اعلاميات مرموقات زي حضرتك، في محافظه موجوده، في مجلس قومي للمراه. اقصد اقول ايه؟ خلينا احنا نتزايل القائمه بس ما نبقاش احنا وسوريا في الديل القائمه، لا هذا 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 نوع من انواع تسليط الضوء على ان المراه مسلوبه الحقوق وان المراه لا تاخذ حقوقها، لا احنا بنقول ان المراه احنا بالنادي اولا احنا في عمل المراه. وبالنادي ان يكون هناك المزيد من المساحه للمراه في المناصب القياديه والمشاركه الاجتماعيه والمشاركه السياسيه، بس ده مش معناه ان احنا ما بدأناش او المرأة ما اصبحتش موجودة على الساحة. والدليل على ذلك قياسا
لو قلنا ان احنا والسوريات مثلا يعني المرأة المصرية قياسا ببعض الدول العربية الاخرى، لا ده احنا ده في سيدات في دول عربية ما بتسوقش العربية لغاية النهاردة، بتركبش عربية وتسوقها، ما ينفعش. فقياسا هذه الحقيقة يعني هذا التقرير ظالم من وجهة نظري. ولكن بقى الشق الثاني، لا انا عايز اخلي المرأة يعني انا يمكن لو في حد من نائبات زميلاتنا في المجلس، انا شخصيا اتمنى ان تكون مشاركه المراه بحجم وقيمه المراه وعدد المرأة. يعني معنى ايه؟ مثلا ليه البرلمان المغربي مثلا ولا الجزائري ولا التونسي تبقى المراه في مناصفه واحنا عندنا كوتا او مثلا عندنا عدد في المراه حتى لو نجحوا في دوائرهم بالنظام الفردي ليه 90؟ ليه ما يبقاش 200 مراه؟ ليه ما يبقاش في الوزاره 10 سيدات مثلا؟ ليه ما يبقاش في المحافظات مثلا 10 سيدات؟ انا اتمنى ذلك. ولكن للاسف يعني معلش بقى اسمحي لي بقى هجمك شويه بقى، لا براحتك. للاسف ان المراه لما بتنزل الانتخابات بتنتخب الرجل ما بتنتخبش المراه. معلش انا انتخبت المراه في المرتين اللي فاتت. اسمحي لي ان انا اقول لك كم امراه انتخبت امراه مثلا لما 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 المراه تروح لدكتور، انا مش هتكلم على دكتور المراه ليه لما بتختار الرجل الطبيبه المراه. اذا المفهوم الذكوري في المجتمع عندنا ما زال موجود. احنا بناسس ليه؟ يعني لما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول ان المراه هذا عام المراه نمرة واحد، لما يقول ان احنا عايزين المرأة تكون موجودة ويكون من ضمن الاختيارات اول مرة المحافظة نادي عبده تبقى محافظة البحيرة، والبحيرة من المحافظات الكبيرة. معلش هقاطع حضرتك بحاجة طبعا. ممكن تكون محل نقد، هو ليه الناس بتحس ان النائب علاء عابد لما بيتكلم ان هو بيدافع عن النظام او بيجمل وهو دوره يبقى العكس، او يعني اعتدنا ان ممثل الشعب يعني ممكن اتقبل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده من وزيره من مثلا دكتوره غاده والي صحيح ان ده عملها التنفيذي صحيح. هل ده ما يعني هل ده حاطط عبء عليك؟ انا ليه يعني احنا عايزينك اجريسيف او يعني حد شويه وتهبش وتزعق، وده زي النائب احنا متعودنا كتالوج النائب رئيس لجنه حقوق الانسان في حقوق الانسان. ليه هو احنا مش مشكلتنا في الوزيرات والمحافظات، انا مشكلتي في فوزيه وبهانه وحلاوتهم اللي في الصعيد صحيح. اللي اخوها واخد ورثها واللي جوزها بيضربها كل يوم يصبحها بعلقه، الناس دي حقها فين؟ انا عايزك تقول لي عملت الناس دي ايه؟ خلينا بس نتكلم الاول في الحته اللي هي عايزك بحس ان انت بتدافع عن النظام، لا انا بدافع عن دوله وعن شعب مش نظام. اولا انا اكتر واحد في المجلس ويمكن ده بشهادة تقدمت بطلبات إحاطة، تقدمت باستجوابات، اعترضت على الموازنة العامة للدولة، طلبت بإقالة بعض الوزراء، طلبت بتغيير وزراء، اعترضت النهاردة على أن سحر نصر تاخد الحقيبة الثالثة، لا أغير أجيب وزير جديد مصر بناء، يعني صوتي. ولكن هناك فرق بين المعارضة البناءة والشو الإعلامي. أنا مش بتاع شو، مش عايز أطلع بقى في التلفزيون أقعد أقول أنا عملت وكسرت الدنيا. ممكن حد يرد عليا يقول لي طب والنتيجة إيه؟ إيه اللي أنت عملته؟ هقول له مثلا كفايه ان انا لا انا مش كفايه، انا عايز اصل للنتيجه. النتيجه دي متمثله في ايه؟ المشاركه في البرلمان، ان البرلمان يكون ليه دور تشريعي ورقابي من خلال مثلا لجنه حقوق الانسان. لما تتبنى قضيه مثلا زي الحبس الاحتياطي، لما تكتشف ان الحبس الاحتياطي بيمثل 30% من عدد الموجودين في السجون، وده اولا بيظهر مصر بان هي دوله قمعيه، بيظهر مصر ان في عدد كبير في السجون. ثانيا المتهم اللي بيتحبس احتياطي قبل ما يقعد فتره كبيره في الحبس الاحتياطي ويخلي سبيله او يطلع براءه الصقت به التهمه واصبح مدان، ونظر لان الحبس الاحتياطي بيمتد لسنه ونص. احنا عندنا اليات ثانيه، ده اللي انا طالبت بيه. طب تم ايه مثلا في قضيه الحبس الاحتياطي؟ كان بص احنا عندنا مشروع قانون، عندنا حل من الاثنين. في قضايا طبعا ما نقدرش نقرب لها في الحبس الاحتياطي خالص، ده لازم يتحبس. قضايا الارهاب وقضايا القتل والمخدرات الكبيره اللي هم بيدمروا الجيل، ولكن في قضايا تاني بسيطه او قضايا حتى هذه القضايا اضمن من هذه القضايا ان يكون هناك في القضايا دي تواجد للمتهم وفي نفس الوقت التحقيقات تمشي، اتحفظ عليه في بيته. كل العالم بنشوف ادفعه كفاله عاليه، الاسوره الالكترونيه موجوده في العالم. برافو عليك. وكل العالم بيتخذها دلوقتي، وبعدين لو اتحرك من دايره معينه بعرف وبجيبه وباخده وبنفذ عليه حكم العالم. يبقى انا لو عملت ده اولا هوفر على الدوله مبالغ، نمره اتنين هوفر التقارير اللي بتطلع سيادتك اللي حضرتك بتقولي عليها كل يوم بتطلع تقارير القمع في مصر واعداد المعتقلين. انا زرت السجون. هل تتخيلي سيادتك ان 30% من الموجودين في السجون ايا كان 30% موجودين في السجون محبوسين احتياطي؟ هم معزولين عن الحكم النهائي المحكومي النهائيه، لكنه محبوس ومقيد بالحريه. هيقعد سنه محبوس بعدين ياخد براءه، استفاد ايه؟ فاصل اقول لا، لما يبقى في بيته او يطلع بكفاله
كفاله تدخل للدوله ويبقى في بيته موجود خلاص انا بتحكم وانا موجود في بيته. ده شيء مهم. ثانيا هوفر على الدوله تامينه بقى وهو رايح النيابه وهو راجع من النيابه، لا هخليه هو يروح. احنا كمان عايزين نعمل حاجه مكمله لذلك. المتهم يبقى يعني ممكن تقولي المتهم هيطلع هيبقى قاعد في بيته وممكن يروح ينتقم من اللي هيشهد عليه. احنا كنا في فيينا عشان هذه التجربه، برنامج حمايه الشهود. الحقيقه انا واثقه ان حضرتك عندك تحدي كبير انك تنجح في مساله حقوق الانسان، خصوصا لانك توليت رئاسه لجنه حقوق الانسان بكثير من الاعتراضات. كان داخل المجلس كثير من الاعتراضات على تولي حضرتك حتى لجنه حقوق الانسان لانه خلفيتك الشرطيه ولانه كان في اعتراضات كثير في هذا المجال. حضرتك توليت هذا المنصب، وايه اكتر الحاجات اللي انت شعرت انك نجحت فيها برغم من كم الاعتراضات والانسحابات اللي تمت بسبب خلفيتك اللي بتنتمي لوزاره الداخليه؟ طب انت وطبعا ده شرف ان واحد ينتمي لوزاره الداخليه، لكن هو يتعارض بشكل كبير مع فكره رئاسه. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بس، الاعتراضات دي كام؟ 1 2 3 5 10 600 ايه بقى؟ لما يبقى في اللجنة حقوق الإنسان 64 منهم 54 مؤيدين لعلاء و10 تانيين في الجانب التاني اللي هو كان هيترشح قدامي، يبقى الاعتراضات كثيرة بالنسبة للمؤيدين ولا قليلة؟ لا، هذه واحدة. كان في دعم من هو كانت الاعتراضات على دعمك أعتقد كده صح؟ ليه على دعمي ليه؟ ليه على دعمي ليه؟ عشان خلفية حضرتك، ما احنا لا هو مش لا هي مش على خلفيتي، هي مش على خلفيتي، هي ممكن عشان وطنيتي إنما عشان خلفيتي لا معلش. يعني هو في حد هيعترض على حد عشان وطني يا سيادة النائب؟ أيوه عشان كل البرلمان وطنيين. لا معلش معلش انا خلينا بس واقعيين بس، يعني بصي انا هجاوب لك على الاجابه اللي انا عايز اقولها بس لازم تتاكدي ان وطنيتي هي اللي دفعت الاخرين للاعتراض عليا، لان انا لا هبقى بتاع امريكا ولا هبقى بتاع بريطانيا ولا هبقى بتاع المانيا ولا هبقى بتاع اسرائيل. خلينا نكمل. بس هو ده اتهام كده للاخرين. خلينا نائب علاء عابد بيلقح كلامه. خلينا نكمل. كلمني في الدغري. خلينا نكمل. لا انا بس خليك. ما كلمني. بص ما نقولش كلام ونرجع نسحبه. بمعنى ايه؟ تتهم مين بايه؟ بمعنى ان لا انا مش هتهم مين. انا انت عايز اقول لك فلان الفلاني. ايوه طبعا. يا استاذ احمد. ما حضرتك بتقول لي انا وطني. يعني انت بتتهم فلان ده انه مش وطني؟ انت مذيع شيك وجميل يا باشا، ده الشياكه كلها والله. ده بس لازم تبقى عارف ان انا سياسي، اللي انا هقوله مش هقول اكتر منه. ليه؟ لان انا عايز اقول كده. انا بقول لك بمنتهى الصراحه، علاء عابد وجوده في المكان ده خطر على الاخرين وخاصه محترف التمويل الاجنبي. طيب في رأي حضرتك في منتهى الصراحه، هل تعتقد انه خلفيه حضرتك كضابط شرطه، واحيانا ده في ناس كانت بتطلع فيديوهات انه ضباط الشرطه وطريقه تعاملهم مع الخلفيه دي ساعدتك ولا كانت عثره ولا تحدي قصادك عشان تثبت عكس ذلك؟ اولا انا يعني اكتر حاجه شرفت بيها في حياتي ان انا ابقى نائب في البرلمان وان انا اكون ضابط شرطه. انا شرفت وفي نفس الوقت انا كنت ضابط شرطه الحمد لله، قدمت للوطن خدمات جليله في الاماكن اللي اشتغلت فيها، وهذه الخدمات وصلت لاحيانا ان احنا في مكافحه الارهاب واحنا في الصعيد اتضربنا بالنار وكنا بين الحياه والموت، وكنا يعني قاب قوسين او ادنى ان احنا نستشهد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا نكمل. هذه واحده. بالنسبه لان انا في هجوم عليا، انا قلت لحضرتك وضحت لي، انا استفدت من وجودي في الشرطه في حقوق الانسان لثلاث حاجات. اولا ضابط الشرطه اللي موجود في الشارع واللي موجود في القسم بيروح له كل النوعيات من الناس، بداية من المتعلمين والنخب والمثقفين والباحثين لغاية الناس الطبقة الفقيرة اللي هي لم يأخذوا حظهم من التعليم، وأيضا الطبقة الأخرى اللي هي يعني المجرمين. فتعاملت مع الجميع، تعاملت مع دور الرعاية، تعاملت مع المسنين، تعاملت مع الطفل اللقيط، تعاملت مع الفقراء، تعاملت مع المجرمين، تعاملت مع هذه الطبقات، وحقوق الإنسان بتتعامل مع كل هذه الطبقات. تعاملت معهم من منظور ان انا ضابط وفي نفس الوقت براعي حقوق الانسان. حقوق الانسان انا تعاملت من شقين، من خلال شقين. الشق الاول هو ان يكون ليا دور في التشريع والرقابه انا وزملائي اللي موجودين. على فكره كل اللي موجودين في حقوق الانسان، العدد الكبير من النواب اللي موجود في حقوق الانسان بيتميزوا، يعني ما بيتميزوش على غيرهم النواب، بس بيتميزوا على حاجه انهم عندهم استعداد للشغل 24 ساعه. يعني حتى في الفترات اللي ما فيهاش فيها جلسات عامة، احنا هتلاقينا في الاسماعيلية، هتلاقينا في الشرقية، هتلاقينا في سجن في الفيوم، كل يوم شغالين. بمناسبة الاسماعيلية هنطلع فاصل ونرجع حضرتك تقول لنا موقف اخواننا الاقباط اللي في الاسماعيلية اللي جايين من العريش. بعد الفاصل نطلع فاصل. طبعا.
مرة تانية بنستكمل حوارنا مع النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان. وسيادة النائب كان متعاون جدا وبيرد على كل الأسئلة رغم ان احنا تقلنا عليه في الأسئلة. لا ولا يهمك. الجزء اللي جاي مهم، احنا بنسأل حضرتك عن امور على الأرض، يعني سألنا عن وضع الأقباط في الإسماعيلية بعد مسألة التهجير من العريش، احنا متابعين جدا انه بيتم التسكين. دور لجنة حقوق الإنسان في التعامل مع قضية زي دي؟ الحقيقة احنا رحنا زورنا اخواتنا، طبعا ده مش انجاز ان احنا نروح نزورهم، ده يعني كل المصريين انا بتمنى يروحوا يزورهم ويقدموا الدعم المعنوي ولو يقدروا يعملوا حاجة برضه. ولكن الدور بتاعنا ان احنا تم الاتصال بوزارة الداخلية ووزارة القوات المسلحة ووزارة الدفاع، وتم الاتفاق على ان الناس دي خلال فترات بعيدة، ويمكن انا قلت الكلام وحصل بعديها بعض العمليات المهمة جدا للقوات المسلحة واستهدافوا بعض الإرهابيين، قلت لهم بيوت الناس دي أمانة في عينيكم، أولا الناس دي لازم ترجع في فترة قريبة، ناخدهم رجعهم بيوتهم معززين مكرمين، لأنهم الحقيقة يعني الحادث اللي بيحصل ده والشهداء اللي ماتوا هم ماتوا عشان مصر تعيش، فإحنا لازم كلنا نتكاتف ونكون في ظهرهم، لازم يرجعوا بيوتهم فترة قريبة والبيوت يتحافظ عليها، ما رجعش بعد كده لا البيت بتاعه حد خده الارهابيين حرقوه، لا حتى لو حصل ده انا بلاش سيادة الرئيس ووزارة الدفاع والهيئة الهندسية، لو حصل ده يرجعوا بيوتهم تتجدد على حساب الدولة، لان دول الحقيقة يعني هم قدموا تمن كبير قوي. وعلى فكرة الكنيسة المصرية طول عمرها تقدم تضحيات وده مش غريب عليها. كمان لازم اقول ان احنا الحقيقة يعني محافظ الإسماعيلية الحقيقة ومدير الأمن أنا بوجه لهم الشكر الحقيقة، لما رحنا قابلونا وشفنا الميت شقة اللي بيجهزوها، والحقيقة في بعض المساهمات والتبرعات اللي جت حتى عندنا في مجلس النواب، بعض النواب ساهموا ببعض التبرعات وإحنا كلجنة حقوق الإنسان ساهمنا ببعض التبرعات لتجهيز الشقق اللي هم يقعدوا فيه، مش ليهم لا للشقق اللي هم يقعدوا فيه عشان ما حدش يبقى ليه جميل على حد يعني. والحقيقة لما رحت هناك لقيت لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي والأخت الفاضلة مارجريت عازر والأخت الفاضلة رشا عبد الفتاح موجودين هناك وبيتين كمان عشان يطمئنوا على تجهيز هذه الشقق. الحقيقة يعني بصي احنا شفنا ان الأجهزة التنفيذية ممثلة في المحافظ وممثلة في وكلاء الوزارات وممثلة في مدير الأمن والمواطنين في الإسماعيلية محتضنين أهلهم، ودي كانت أهم حاجة لأن ده كان الاختبار الحقيقي والمحك الحقيقي، احنا حاسين ببعض وفي وقت الازمات بنحضر بعض ولا لا، ده حسيت. ورحنا احتفلنا مع الاطفال هناك وكان في جايبين دي جي ومشغلين وفرحانين، استمعنا لبعض المشاكل، في ناس طبعا تعبانه يعني هل تتخيلي انا ليا فيديو السيده الفاضله اللي ابنها توفى هي وزوجها، يعني اكتر حاجه بتقول لك انا ما بقاش ليا حد، هل انت متخيله؟ اعملي بقى اي حاجه عشانها، مش هتعوضها الابن والزوج، ولكن ان احنا تواجدنا معانا ونقدم رساله ان احنا لا احنا نحتضنكم لان انتوا جزء عزيز جدا من الوطن وانتوا مستهدفين عشان اثاره الراي العام فقط. انا اول ما اتسالت على ده وقالوا لي الاقليات وما يحدث وضحت الرؤيه، قلت لهم هم عايزين لما الارهاب بيبتدي يتحاصر ونعمل عمليات، انت طبعا سيادتك سمعت العمليات اللي هي في جبل الحلال والقتلى والمبالغ الماليه اللي لقوها والاجهزه والموبايلات والاتصال بالقمر الصناعي واجهزه التخابر من دول اخرى، خمس دول منها دول يعني مجاوره للاسف، ده بيؤسس لايه؟ ان مصر مش مستهدفه خارجيا بس، ده خارجيا وداخليا. طب بمناسبه الاستهداف او بمناسبه مصر والدول الخارجيه، النهارده صدر قرار او كان في جلسه لمحكمه العدل الاوروبيه اصدرت قرار مفاجئ، هو مش مفاجئ هو يعني قرار يعني كان متوقع بحظر الحجاب في اوروبا. ليه احنا دايما بنقعد قدامهم زي التلميذ والناظر؟ ليه ما نعكسش مره الايه وانا النهارده اطلع قرار من لجنه حقوق انسان مجلس النواب او من مين المنوط بيه انه يصدر قرار ان احنا قلق يعني في قلق على حقوق الحقوق الدينيه للمسلمين في اوروبا؟ يعني انا الحقيقه يعني انت يعني اصبت كبد الحقيقه زي ما بيقولوا، يعني انا بقول بقى للمجلس القومي لحقوق الانسان اللي بيطلع انتقادات كثير وهذا حقه لان هو هذا المجلس الاستشاري المهم، لازم يصدر بيان بكره، مش المجلس بس، لجنه حقوق الانسان هتصدر بيان الصبح، طبعا هذا التقرير صدر من تقريبا ساعه يمكن وانا في الطريق او ساعه ونص، وعايز اقول لمنظمات المجتمع المدني التي تبحث عن حقوق المصريين وحقوق الاقباط وحقوق المسلمين لازم يبقى في رساله ان حريه العقيده واللبس
او الزي الاسلامي او الزي المسيحي او اي زي حتى اليهودي، كل الدساتير والاتفاقات اللي وقعت عليها مصر، حتى اتفاقيات جنيف الأربعة اللي خدنا منها القانون الخاص بحقوق الإنسان أو قانون جميع القوانين المتعلقة اللي احنا ألزمنا نفسنا بها في الدستور، وأن هذه القوانين ملزمة لينا بتنص على إيه؟ المواطنة وحرية العقيدة هنا في مصر. طب احنا بنطبق ده في مصر، عمر حضرتك شفت حد بيتكلم على حد زيه هنا في مصر؟ أيا كان ازاي ما بيحصل، بيحصل في أوروبا. هل ده نوع مش من أنواع التمييز؟ طب يا فندم أنا عايز بقى إجراء، ايه اللي المجلس، ايه بكره لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب هتقول ايه للمحكمه العدل الاوروبيه؟ اولا انا عايز المندوب الدائم لمصر لدى الامم المتحده اللي هو في جنيف، وهو عضو في لجنه حقوق الانسان، عضو في مجلس حقوق الانسان، لان احنا من ضمن الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان بالانتخاب برضو، دي حاجه من الحاجات الكويسه. لازم يقدم مذكره اعتراض بكره عما يحدث ضد المسلمين في اوروبا من فرض وصايا عليهم في الزي الرسمي ده، دي يثبتها. ليه؟ لان هم بيثبتوا لنا كل حاجه، احنا نثبت لهم. نمره اتنين، احنا هنا كمجلس قومي لحقوق الانسان لازم يطلع بيان ويصدر بيان، منظمات المجتمع المدني اللي هي 47,000 لازم تطلع بيانات، مجلس النواب ممثل في حقوق الانسان انا بقول لحضرتك هنطلع بيان بكره. يعني اقصد اقول ايه؟ احنا مره واحده بس نحسس الناس ان احنا حقوقنا اللي بتتسلب منا احنا كمان مهتمين بيها. مهتمين بيها بالظبط. عايز اسالك سؤال على لسان كتير او قطاع كبير قوي من الشباب، لأنه أزمة الحقيقة ثورة 25 يناير كان بدأها الشباب، وكانت أزمة تخص صراع كده ما بين الشباب والداخلية، يعني كان إذا صح التعبير. كتير قوي من الشباب اللي كانوا أعضاء في الثورة 25 يناير وكانوا جزء منها ما زالوا حتى الآن بيتهموا بأنه الوضع زي ما هو، إحنا ما زلنا شبيها بشكل كبير جدا بالحال قبل 25 يناير. حضرتك بترد عليهم بإيه؟ وإيه اللي نقدر نقول انه خطوه في الطريق الطويل اللي حضرتك بدات وقلت ان احنا بداناه؟ لازم اقول ان الشباب عندهم حق طبعا في جزء كبير جدا من اللي بيقولوه، لان سقف طموحهم بعد الثوره، هم اللي عملوا الثوره اولا، كل المصريين شاركوا فيها، مرأة ورجل وكبير، حتى الاطفال كانوا بينزلوا في الثورات، وهم كان سقف طموحهم كبير قوي، كانوا متوقعين ان يكون هناك ممارسه فعلية حقيقية لحقوق الإنسان متمثلة بقى في المشاركة، بقى هو يشارك بقى في المناصب القيادية وفي البرلمان. ولكن احنا الحمد لله عندنا في البرلمان مجموعة شباب، يمكن عندنا 25 سنة و 26 سنة، يمكن أكتر من 130 نائب شباب وشابات داخل البرلمان، وهذه ظاهرة طيب طبعا جيدة. وعلى فكرة احنا أكتر برلمان في العالم فيه شباب ممثل داخل البرلمان، كل البرلمانات العالم حتى الكونجرس ما فيهوش العدد اللي عندنا من الشباب. ولكن الشباب بيبحث عن ايه؟ الشباب لما تسأليه دلوقتي حاجتين اتنين، وظيفة ويبقى آمن على نفسه، يبقى عنده مجموعة قوانين تأمنه. احنا بنصدر مجموعة قوانين، ولكن كان زمان القوى الناعمة ممثلة في الإعلام والصحافة وأم كلثوم ونجيب محفوظ بيقولوا للناس اصبروا احنا بنعدي الطريق، ولكن الناس السيكولوجية بتاعتها اتغيرت دلوقتي. الناس بتستعجل بعد ثورتين وثورة 52، ثلاث ثورات والأوضاع ما بتتغيرش والدنيا بطيئة، ولكن المحفظة بتاعتنا كده، الموارد الاقتصادية بتاعتنا كده، مش هنقدر نغير الكون كله، ولكن القادم أنا بقول وبراهن عليه هيكون أفضل. طيب للشباب. بمناسبة الشباب، قائمة العفو الرئاسي النهاردة شمت 202 203. شاب أو 203 شاب، احنا هنفضل كل قائمة مستنيين شهرين ثلاثة أربعة لغاية ما تصدر؟ مفيش تعجيل شوية، لأن يوم واحد ممكن شاب من دول يقضيه في الحرية بره أو يخرج لمستقبله، مش ممكن يفرق معاه؟ عارف السؤال ده، انا مش عارف انت بتجيب الاسئله الصعبه دي ليه والله. ده لا بس طيب، هو سؤال مهم، هو سؤال مهم. السؤال المقابل ليه او الاجابه بتاعته في سؤال، ايه رايك لو ما تمش الفحص بطريقه معينه وخرج بعض الشباب اللي يستهدفوا الدوله تاني ويعيدوا المنظومه بتاعه الخراب تاني، ويبتدى يندمجوا في المجتمع ويجندوا اخرين، يستخدموا بعض الشباب وبعض الصبية في حرق مؤسسات الدولة؟ احنا بنشتغل على مفهوم واحد، شاب وطالب وعنده استعداد عنده استعداد ان هو يغير النظرة التشاؤمية بتاعته، ولم يكن متورطا في جريمة حقيقية. ده بياخد وقت في الفحص. على فكرة 230 ده عدد كبير جدا، عبال ما تعمل. اولا احنا بنفحص، ثانيا لجنة العفو هي شغالة وهي الاصيلة. احنا صدر قرار مكتب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بان لجنة العفو هتشتغل، واحنا اللجنه الموازيه ليها، واحنا الاثنين يعني في الاخر هذه اللي بنزكيهم بيروحوا وبيتعرضوا بعد كده. لازم يتعمل تحريات. هل هذا الشخص نمره اثنين بيترتب ليهم دلوقتي الشباب دول ان هم ازاي ندمجهم في المجتمع؟ يعني احنا مش بنطلعه لا، ده في متابعه، كل واحد هيتابع، اللي عايز وظيفه هنبتدي نساعده في وظيفه،
اللي حاسس ان هو مقهور من الدوله. اصلا هقول لحضرتك على حاجه، مش كل الناس فاهمه المواضيع. في ناس فاهمه ان الدوله ظلماها وهي الحقيقه بيشعر بالظلم من ايه، الدنيا غاليه، ما اشتغلتش، ما اتجوزتش، ما عنديش عربيه، وفتره حبسه دي كمان بتزود احساسه بالمراره بالتاكيد. يعني ده هيزال ازاي؟ ان احنا نبتدي نوفر له ده ونديله طموح ونعمل له خطه زمنيه لازاله هذه المشاكل. اخيرا قبل ما وقتنا يخلص مع حضرتك، عايزين نثير الازمه الاخيره، ازمه حزب المصريين الاحرار. انا عارف مش هنعديها ازاي تبقى معانا وما نتكلمش على دي. يعني الحزب المصريين الاحرار اللي حصل فيه كان امر جلل واتكلمنا فيه كتير، لكن سؤالنا لحضرتك، كان في طلب مقدم برفع الحصانه عنك لكن البرلمان وقف في ظهرك؟ يعني لا ما وقفش في ظهر البرلمان، قال الحقيقه طبعا. اصل انا هقول لحضرتك على حاجه، خلينا بس واقعيين. لما يتقدم واحد بطلب لنائب رفع الحصانه ويقول انه سب وشتم، وهذا النائب اللي هو انا يعني اصدرت بيان بقول فيه، بعلق فيه على بعض المواضيع وعن موقف متعلق بالحزب دون التجريح يا فندم. حضرتك اتهمت اشخاص بالتخابر واتهمتهم بحاجات ثقيله، يعني اتهمت نجيب ساويرس بكده؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لم اتهمه طبعا بالتخابر ولم اتهمه طبعا. هو الكلام اللي اتقال ان انا ما اتهمتوش بالتخابر، ولكن انا قلت تحديدا ان لما اتهمنا كنواب الحزب ان احنا نواب بنعمل من خلال اجهزه امنيه، قلت له احنا نواب وطنيين وعلى قلب رجل واحد ولن نعمل الا لمصلحه مصر، وان يشرف هؤلاء النواب انهم مفيش حد في يوم من الايام كان ليه علاقه غير ببلده مصر. مش بالمفهوم المقابل بقى ان انا بتهمه بالتخابر، هو فهمها كده انا مش ذنبي بقى، يعني هو فهمها كده انا ذنبي ايه. طب النهارده قرار لجنه شؤون الاحزاب، هو مش عارف، انا ما عنديش معلومه هو قرار ولا راي، يبقى مجرد راي المستشار عادل الشرباجي، ان ما حدث من السيد عصام خليل من اجراءات هو والعدم سواء، وان مجلس الامناء باقي وفي المسؤوليه. ما مدى حجيه؟ طب انا اقول لك مفاجاه بقى. قول لي انت شفت القرار؟ لا. او شفت معالي المستشار الجليل المحترم عادل بيه الشرباجي طلع وادلى بهذا التصريح؟ لا. المفهوم المقابل ان عادل بيه الشرباجي طلع وصرح وقال احنا لم نصدر اي بيانات او قرارات، وان من يتضرر عليه اللجوء للقضاء. هي حرب شائعات طويله واضح. ليه؟ الاشاعه دي طالعه دلوقتي ليه؟ اصل خلي بال حضرتك، احنا معركتنا من اول ما ابتدينا احنا بنشتغل على ارض الواقع، وهم شغالين من خلال اشاعات ومن خلال موقع وجورنال درجه ثالثه بيستخدمه هو صاحب هذا الموقع والجورنال لاثاره الفتن والقلائل حتى ما بين المصريين مش ما بين الحزب. يعني عايز اقول لحضرتك ان اللي حصل ده كله اشاعه. ليه؟ لان النهارده اخر يوم في موعد تقديم الهيئه العليا، ورئيس الحزب والدكتور عصام خليل تقريبا نجح بالتزكيه خلاص، خلصت لان لم يترشح احد امامه، والانتخابات بتاعتنا يوم 24 الجمعه القادمه، يعني 24 في الشهر 24 مارس، وبالتالي هو عايز يعمل ايه؟ برجلة. انما المستشار عادل الشرباجي موجود وهو مستشار جليل ومحترم وفاضل، والراجل احنا خلال الفتره اللي فاتت شفنا طريقه تعامله. اللي عايز يلجا لحاجه يلجا للقضاء الاداري، يلجا للشق المستعجل. احنا بنسمع كلام بس. انما وقت كملوا من غير تمويل نجيب ساويرس. عايز اقول لحضرتك على حاجه يعني بس عشان نبقى فاهمين، كل الاحزاب في العالم انا اسف معلش بقى جاي نفس الحكايه ده برد ماشي في كل الاحزاب في العالم، عشان الناس بتقول لك تمويل يعني يديهم مرتبات. لا، هو كل الاحزاب في العالم، الاحزاب حسب قانون الاحزاب بتقوم على التمويل. يعني ايه تمويل؟ يعني مقرات، عمال، موظفين، مصاريف اداريه، لجان نوعيه متخصصه بتشتغل على الحزب لخدمه المواطن المصري، دعم متعلق بمثلا ايه، انا عندي حد انضم للحزب جديد عايز يفهم يعني ايه الليبراليه، عايز يفهم يعني ايه، ابتدي اديله كورسات تدريب ودعم. صحيح. اللي بيتحمل قولا واحدا من 9 شهور هذا الدعم المالي للحزب هو الدكتور عصام خليل وحده. جميع المقرات، جميع الموظفين، جميع الاوراق، جميع المستندات، كل ما يتعلق بالحزب اللي بيقوم بيه حقيقه يعني الدكتور عصام خليل لوحده. احنا كنواب الموضوع بالنسبه لنا ايه؟ الدعم الفني واللوجستي. يعني انا احنا كنواب حزب دايما عندنا مشاريع قانونيه بتقدم، عندنا طلبات احاطه الصياغه بتاعتها. انا كنائب احنا شغالين زي مثلا ايه البرلمانات اللي الحقيقه سبقتنا خدنا منها. انا كنائب مش هقعد اكتب على كل حاجه بيدي، انا عندي مجموعه شغاله معايا، مجموعه مساعده شغاله معايا، مساعد برلماني شغال معايا بيجهز لي الاوراق الخاصه بيا، بيجهز لي القرارات، انا بقول له مشروع القانون وبالتالي بيقدمه. ده بيتحمله الدكتور عصام خليل. نجيب ساويرس توقف من 9 شهور عشان يخلينا ان الهيئه البرلمانيه للحزب والحزب يبقى شركه. لا احنا اراسكم ولا احنا موبينيل ولا احنا هنكون غير حزب بصين احرار.
بيخدم الناس في الشارع واحنا منحازين للوطن مش طبعاً وصفة. طبعا مهندس نجيب له حق الرد في طبعاً كل اللي احنا بنقوله اكيد، ونتمنى بص انا امنيه شخصيه ان انتوا تتصالحوا، ما اعرفش دي يعني يمكن تضايق حضرتك، بس انا شايف ان هي تجربه حزب ليبرالي في مصر تفشل قدام عيني مزعلاني. هقول لك على مفاجاه، قول احنا مش متخاصمين، نتمنى احنا مختلفين سياسيا، ونتمنى ذلك. بالعكس هو في الاخر في الاخر هو مواطن مصري له حقوقه وواجباته، وانا مواطن مصري. لا احنا زعلانين على تجربه حزب بدات تكبر قدام عينينا، وبنقول لسه في امل في حياه سياسيه، ونلاقي برضو نفس القصص اياها بتاع زمان وانشقاقات. فاكر زمان كان جناح ما اعرفش الناصري مش عارف مين وجناح فلان، نتمنى ان احنا ما نوصلش للمرحله دي. للعلم يعني للعلم بعد اللي حصل ده مصير الحرر كبر اكتر في الشارع، وسيادتك تقدر تسال الناس في الشارع. نتمنى ذلك يعني. هي عايزين ينضموا طيب. المصريين الاحرار ولا لا بعد التغييرات طيب. الاخيره قبل ما نختم 30 ثانيه سؤالين يعني اجابات شوتس كده طيب. سريعه يعني. ماشي. وانا امتى هخش قسم شرطه يتقال لي اتفضل يا سياده المواطن؟ لما ندرس ماده حقوق الانسان من 9 سنين والاقسام كلها يبقى فيها كاميرات، والظابط احنا في تجربه النهارده ابتدى الظباط يلبسوا زي جديد بالكاميرا، كاميرا بتصور طول تواجده في خدمته. نمره 3 ان يتقبل ظابط الشرطه العمليه النفسيه ان هو موجود لخدمه المواطن وليس العكس. طب السجون. بشكرك على الجمله الاخيره دي، بس عايزين ناكد عليها. طبعا يعني دي حاجه تطمنه، تقول لنا انه احنا بنشتغل حقيقي على توعيه مش بس للمواطن بحقه لكن للمؤدي الخدمه. طب السجون في مصر امتى احس ان السجن هو مجرد كبت للحريه وليس اكثر، وليس اذلال او امتهان او اعتداءات جنسيه او حياه قاسيه؟ في عاملين، اولا تتحسن الحاله الاقتصاديه فيقل عدد المساجين، نمره 2 اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ان احنا نلغي الحبس الاحتياطي، وان المدانين في جرائم احكام نهائيه باتة هم اللي موجودين في السجون، ساعتها هتقل 30%، اذا كان عندك 30,000 محبوسين هتقل 30% منهم، وبالتالي هتبقى السجون موجوده الامكانيات موجوده، فما بيبقاش في تكدس، ما بيبقاش في اختناقات، ما يبقاش في اصلا كمان انتهاكات من بعض الضباط. وللعلم هي انتهاكات ليست ممنهجه، لازم نقول ان موجوده عشان نبقى متفقين كلنا، في تجاوزات من بعض الضباط ولكن ممنهجة لا، بيتاخد اجراءات. احنا شفنا الفتره اللي فاتت ضباط مدير امن الاليوبيه هو ومدير المباحث اتنقلوا والضباط اتحبسوا، مجدي ماكين الواقعه بتاعته، وفي اجراءات بتتاخد. لازم نعرف ان احنا بنصلح وان احنا عندنا استعداد ان احنا نصلح خلال الفتره اللي جايه، وليس عندنا نظام ممنهج للتعذيب او لانتهاك حقوق الانسان. في النهايه سياده النائب واجهناك بكتير من الاتهامات والاسئله اللي قد تبدو قاسيه، لكن بنشكرك على ساعه صدرك وعلى انك اجبت عنها كلها. انا نفسي بقى انا ما بحبش استضيف محامين عشان كده شاطرين ما بتعرفيش تخشي عليهم في حتت، لكن يعني في الحقيقه بغض النظر عن اي خلافات او اي اتهامات لاي شخص في اي موقع مسؤوليه، احنا نتمنى له التوفيق لانه في النهايه هو توفيق للوطن ككل. بعد الفاصل هيكون معانا رضوى فتحي والحديث عن سلوكيات الأطفال. في اليومين اللي فاتوا كان في مكالمة شهيرة مضحكة مخزية مبكية، مكالمة عبد الرحمن والمعزة، والمكالمة اللي انتشرت على السوشيال ميديا ما هياش أبدا موضوعنا، لكن موضوعنا الحقيقة هو التحرش بالأطفال والاعتداءات اللي بتتم على الأطفال. وعلى هامش الحوار هنفتح الموضوع ده، الأهالي ومستوى تعامل الأهالي مع أطفالهم محتاج كتير من التوعية. معانا خبيرة تعديل سلوك الأطفال أطفال رضوى فتحي، والمداخلات مفتوحة بقى من دلوقتي ولحد نهاية الحلقة للي عنده أي استفسار. نتابع مع بعض في الفقرة اللي جاية. بعد الفاصل رضوى فتحي أخصائية تعديل السلوك للأطفال والتعامل معهم بأسلوب متطور، لها العديد من الآراء العلمية والدراسات حول عنف الطلاب بالمدارس وظواهر التحرش الجنسي بالأطفال وطريقة التعامل مع أولياء الأمور مع مثل هذه الحالات. من أبرز المدربين في تعامل الأطفال مع ظواهر الاعتداءات الجنسية والجسدية ومواجهتها سواء للوقاية منها أو حتى للتأهيل في حال حدوثها، اختارت طرقا مبتكرة في تعليم الأطفال وكيفية حماية نفسه من التحرش مثل الرسم والتلوين، بالإضافة إلى تدريب الآباء في ورش تنظم خصيصا لمواجهة هذه الأزمات. ترى رضوى أن التحرش بالأطفال هو جزء من اغتصاب طفولتهم. بصوا بقى، نتكلم في سياسة، نتكلم في وزراء، في رئيس مجلس هيئة المش عارف ايه، كل ده كوم. ولما بنيجي في ولادنا لا،
سامحني بقى اقف لي دلوقتي ووقف كده اقف يعني اقف عوج وكلم عدل ولا ما اعرفش بيقولوها ازاي. احنا عندنا حاله فزع ورعب دائم على اولادنا من الاعتداءات الجنسيه. خلينا نقولها بصراحه، انا النهارده ببقى مرعوب من الـ من الـ من البواب والسواق والمدرس وكل من هو مسؤول عن ابني لا يحصل حاجه. لما نلاقي بناتنا النهارده بنت لا دي حامل، لا اغتصبت وماتت، الجرائم دي بتعمل لنا حاله فزع، بتعمل لنا حاله رعب. النهارده بقى كمان او امبارح ظهرت رساله صوتيه غرقت السوشيال ميديا، رساله المعزه وعبد الرحمن، هنسمعها مع بعض ايا كانت مفبركه او مش مفبركه، وايا كانت يعني كوميديه وخدناها بشكل يعني ساخر، ولكن انا شخصيا بشوف في المكالمه دي مجموعه امراض عندنا اجتماعيه وعقليه ونفسيه لازم نقف عندها كويس قوي. لازم الام المصريه يتقال لها من اهل العلم تعملي ايه في حاله كذا، لما ابنك يبقى عنده زميله او بنتك عندها زميل في المدرسه عمل كذا يبقى تعلمي بنتك كذا. الفصل ليس الحل، بالعكس المجتمعات اللي ما فيهاش اختلاط هي فيها يعني جرائم شذوذ وجرائم اعتداءات غير طبيعيه، لانك بتحسس ابنك ان البنت دي التنين المجنح، كائن غريب. ما احنا اتربينا في مدارس وكان معانا بنات وبنحترمهم وبنحبهم. ايه اللي حصل لنا ونربي ولادنا ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع رضوى فتحي اخصائي العلاقات الاسريه، بس تعالوا نسمع الاول الرساله الصوتيه ونرجع تاني. السلام عليكم. انا قلت ان انا اي حاجه هتضايقني انا هتكلم على الجروب، زي ما بتكلم في المدرسه هتكلم على الجروب. لازم كل الامهات بعد كده تعرف كل حاجه. انا لو بنتي عملت حاجه لازم كل الناس تعرف بنتي عملت ايه عشان نعرف نقاوم ونربي ولادنا. انا ما عدتش هكلم حد على الخاص تاني، واللي مش عاجبه ان شاء الله ما عجبه. النهارده يا مدام دلال ابن حضرتك عبد الرحمن حضن بنتي وبسها في الكلاس. انا ما اقبلش كده، انا واحده منتقبه وجوزي ملتحي وقديم، ده مش سياسه بيتي، وانا اولادي ما بيلعبوش مع الولاد، بناتي ما بتلعبش مع بويز، بنتي الكبيره اسالوا عليها في المدرسه في جريد 4، ابني الكبير اسالوا عليه في جريد 5، لا بيكلم بنات ولا بيلعب مع بنات، ولا بنتي الكبيره وبنتي الصغيره منبهه عليها كالمثل. انا بقى متخلفه؟ انا مش متخلفه، انا حره في ديني، انا ديني بيمنع الاختلاط لا عيال ولا كبار، انا بربي من الصغر على حاجه بطلع للكبر. ابنك يبوس بنته ويحضنها بتاع ايه؟ ليه؟ في ايه خير؟ لو سمحت غلمي ابنك كده ما ينفعش، وانا ما بقاش كده اهو اخوها بقى الكبير. هو الحقيقه زمان يعني بس قطع ورد ابو عبد الرحمن او من ينزعه ما انه ابو عبد الرحمن. هي الازمه ما كانتش بس في السيده اللي بتشتكي انه طفل اعتدى على طفله، ودي حاجه تحط علامات استفهام على اللي بيشوفوه ولادنا واللي بيسمعوا ولادنا واللي بيتصرفوا بيه ولادنا، لانه بنتكلم في رابعه ابتدائي. احنا عارفين انه سن الطفوله اتغيرت ملامحه، لكن برضو الامر خطير يخص الاطفال دي بتتعرض لايه او بتشوف ايه وبتطبقه في المدرسه. الجزء اللي ما اتذاعش هو الجزء الخاص برد ابو عبد الرحمن. لا بس هو قيل انه مفبرك عشان بس نبقى الامانه، قيل انه مفبرك يعني مفبرك، لكني الحقيقه انا بشوفه. بس اتوقع لو ابو عبد الرحمن رد هيقول نفس الكلام، لانه يعني احنا بنشوفه في المجتمع انه لا، طب انت بنتك بتشتكي وعايزه لا احنا اللي عنده عفوا معزه يلمها، ده اللي اتقال. بغض النظر عن المكالمة دي، احنا النهاردة بنجيب المكالمة مش عشان نقول يا جماعة الحقوا دي حصلت، الحقيقة ان ما كناش نحب انها تبقى حصلت ولا ان احنا نشاركها، لكن عايزين نقول يا جماعة الحقوا ده شكل مجتمعنا. ام شايفة انه الحل انه البنات ما تكلمش بويز، ما تكلمش ولاد، لا واللي عنده معزة يربطها. واب شايف ان البنات معزة. يعني بص ده هنا البوست على الفيسبوك اللي احد الاعضاء الجروب الامهات قالت ان هي في الابن او البنت دي في اولى ابتدائي، وان الجزء بتاع الاب ده مفتعل وان ده كلام الام بس، يعني انه بيقول ان ده مفبرك. طيب خلينا نروح لرضوى. انا عايز اسال بقى رضوى فتحي سؤال يعني بشكل اخر، هو اللي عنده معزه يربطها؟ لا والله بجد، يعني هو ده اللي اثيرت، انا هعتبر ان الراجل قال هذا الكلام، فهل فعلا اللي عنده معزه يربطها ولا يسيبها مع المعيز ويربيها كويس؟ انا مش فاهمه هو قصده ايه بقى. على فكره انا مش فاهمه هو قصده ايه باللي عنده معزه يربطها، يعني انا يعني لموا بناتكم يعني. طيب اوكي بس يعني انت وافقت ان البنات اسمهم معزه؟ هو المجتمع، انا بقول لك ادي المجتمع اهو.
ما دي مشكله انت فاكراها معيز فاللي عنده معزه يربطها. بص يا احمد، المكالمه دي بصراحه يعني صادمه، مش من الاب والام الاثنين بصراحه تصرفهم او تفاعلهم مع الموقف. هنفترض ان الاب مفبرك، كلميني الاول في الام. الام يعني في، انا شايفه، انا دلوقتي شايفه قدامي كارثه. ليه؟ لان الام اللي اولا، اول حاجه بص، الام طريقه كلامها هي بتقول انا واحده منقبه، هي بدات تعمل ليبلنج لنفسها، انها احنا بنتكلم عن الاقليات، هي شايفه بدات تشوف نفسها اقليه، دي اول حاجه، انا واحده منقبه. وبعدين بدات تتكلم، انا كتبت الكلام اللي هي قايلاه، انا منع عيالي ان هم يكلموا ولاد. فانهي دين الاطفال ما بيتكلموش مع بعض؟ ده هتلاقي، انا يعني عملت سيرش ان الاحاديث كلها مكتوب فيها الصبيه، والصبيه دي تجمع الاطفال جميعا، بنات واولاد. من امتى، من انهي سن انا ابدا افرق؟ لازم ابقى فاهمه انا من انهي سن ابدا افرق ان ده ولد وده بنت. وبعدين في مش كل حاجه اسميها تحرش جنسي، دي خطيره جدا. انا لو فضلت اطلق التحرش الجنسي على اي تجربة جنسية يبقى أنا كده. لا بس هو يعني بس مش تجربة، احنا مش طفل، بس طفلة. بس أنا ما أقدرش أقول إن هو دي تحرش جنسي، أنا أقدر أقول إن ده نوع من أنواع التجريب. خدي بالك إن دلوقتي كل أفلام الكرتون وكل الحاجات دي فيها نوع من أنواع القبلات المتبادلة بين البطل والبطلة، فقد يكون ده نوع من أنواع التجريب. انت فاهماني ازاي؟ ويا رب يكون شاف كرتون بس، ما يكونش بيجرب حاجه. وده سن، احنا بنتكلم في سن 8 سنين، حاجه زي كده، صغير يعني، مش صغير. برضه انا عندي سؤال، هو ممكن الولد في السن ده يبقى عنده رغبه جنسيه؟ يا احمد، الاطفال اصلا بتبدا تتكون على فكره عندهم الرغبه الجنسيه من 3 ل 6. من سن 3 سنين ل 6 سنين بيبقى عنده، يعني بيبدا عنده فضول جنسي، وتبدا الرغبه الجنسيه من فوق الستة، تبدا بقى فيه بقى رغبه جنسيه. ولكن هي رغبه جنسيه مفهومها ازاي؟ الام او البيت والمدرسه هم اللي بيوجهوا الرغبه الجنسيه دي في الطريق الصحيح، ان هي بتبقى دي حاجه بتحصل في فترات كذا، لما نتجوز، لما نعمل، يعني بتتوجه بشكل منطقي. انما هي الفكره انه لما طفل صغير عمره 8 سنين يعمل كده، بص هو اكيد شاف الحاجات دي في كرتون، يعني شافه في البيت بين مامته وباباه، وده حاجه بيحصل كتير، ان تلاقي الام والاب علاقتهم حميميه جدا قدام ولادهم، فالولاد حابين الموضوع فبيبداوا يجربوه بره. فانا ما اقدرش اجي الوم الاب، الابن قصدي. ثانيه واحده، حميميه يعني، معلش اصل انا اكيد هنسال نفس السؤال يعني. غالبا عندي حاجه غلط. لا لا لا، اسال يا احمد، خد فرصتك. خلينا بالبلدي، هو النهارده الاب يعني، احنا بنشوف في الافلام الاجنبيه او احنا كده، هو انا الاب لما يقبل زوجته قدام الولاد دي حاجه غلط ولا لا صح؟ لا مش حاجه غلط، بس ابطو علامات يعني. يعني في قبولات طبيعي، ان الاب مثلا بيبقى ماشي رايح شغله فبيبوس مراته، ده طبيعي جدا. انما ممكن يكون الطفل شاف قبله من القبلات اللي هي القبلات القبلات. بشكرك وبشكرك احمد انه سال السؤال ده، لانه احنا دلوقتي فعلا عادي قوي يتخانقوا قدام ولادهم، لكن مش عادي يحضن مراته قدام ولادهم مثلا. فانه في اظهار مشاعر قدام الاولاد ده امر صحي، مش امر غلط. صحي جدا، وبالعكس ده مهم كمان على فكره، بس بشكل محدود يعني مقنن. يعني زي ما بقول لك ابطو علامه، في يعني طبعا في خصوصيه للعلاقه بقى. قد يكون الولد شاف الحاجات دي اصلا يعني هم ما كانش قصدهم، وهو ممكن يكون كان ماشي جنب الاوضه بتاعه النوم مثلا ولا حاجه، فاحنا ما نقدرش نحكم ونقول ان ده تحرش. يعني انت رقم واحد مش بتتهم الطفل انه طفل متحرش، لانه ده برضه ليبل صعب جدا، او وصمه صعبه جدا. انا بقى سؤالي في المصيبه الكبيره بقى، ندخل على المصايب الكبيره. دلوقتي احنا قدام نموذج لام زي ما حضرتك وصفتي كده بتدمر شخصيه بنتها ونفسيتها، تمام، واب ان صح انه هذا اب حقيقي ولو انه يمثل قطاع من المجتمع، شايف ان البنات عفوا معيز ونلمهم يعني، نفسي قبله بس في الحقيقه. لكن قدام نموذج لا، وقال لك ايه يعني، لو فرضا ابني يبص اللي هو عايزه، وده برضه ثقافه، ده موجود ثقافه عندنا، انا ده ولدي يا عم، المشكله ما يبوس يعني. هي دي بقى السؤال. احنا اذا كنا بنقول احنا خلاص املنا راح في الكبار، خلاص يعني صعب تصليح الجيل اللي طالع، نحميه ازاي يعني؟ اذا كان انا ابويا دي عقليته وامي دي عقليتها، ينفع اطلع الطفل سوي؟ قولي الحقيقه بقى. طب احنا بس قبل ما ناخد الرد من رضوى، افتحوا يا جماعه اتصالات، لان الفقره دي يعني اكيد تهم اي اب وام، ده حقيقي. اديني رد لينا بعد كده، كلميني بقى يعني، عايزين ناخد بقيه الفقره في حاجه واحده بس، روشته ونصيحه للاهالي ازاي نحمي ولادنا من التحرش، سواء بقى من اللي في سنهم اللي اكبر اللي تمام. اول حاجه خلينا زي ما يعني ارجع لسؤال دينا، انه ردي على الام ايه؟ مبدئيا
الام هنا عرضت بنتها مش لصدمه، يعني البنت اللي بتتضرب في السن الصغير ده علشان ان في طفل جه حاول يلمسها، حاول يكلمها او حاول يبوسها زي ما هي بتقول، انا عايزه اقول لك ان البنت دي لما تكبر ثقوا تماما ان هي مش هتبقى قادره على اقامه علاقه جنسيه سويه مع جوزها. وكتير جدا بيمر علينا في الكوتشنج سيشنز اللي بنعملها علاقات زي كده، ان البنت ما بتبقى بتحب جوزها جدا بس مش قادره تقيم علاقه زوجيه، ولما نرجع بالهيستوري بتاعها تلاقي كلمه من الام عملتها. طب كان ايه الصح للام تقوله للبنت؟ اولا اول حاجه الصح ان مش الام تروح تفضح بنتها، ما هي البنت الام عملت ايه؟ فضحت بنتها دلوقتي على جروب في الواتساب، فكل الامهات دلوقتي هيقولوا لبناتهم او اولادهم على الحادثه اللي حصلت، فهتلاقي البنت دي متعلم عليها في المدرسه. اوبجكشن، انا عندي اوبجكشن دلوقتي. مش هي من حقها اذا تم الاعتداء عليها تقول؟ اذا احنا بنقول للبنت اللي بيتحرش بيها ولد في الشارع لا قولي وصرخي وما تسكتيش، مش ده حقها؟ لو انا وصفت ده بتحرش، لو انا وصفت ده يعني شايفه ان انا لو بنتي اتباست اقول لا عادي ده مش تحرش، ده البوس ممنوع مسموح؟ لا لا يا احمد، بس هي في مقاييس ان انا اقول ده تحرش ولا مش تحرش. اول حاجه انه قبل ما يعني هي واضح ان الحادثه دي هي بتقول ان ده حصل كتير من نفس الولد، ف هي عملت حاجه من الاثنين، يا اما هي فضلت ساكته 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 وبعدين راحت انفجرت فاتكلمت، برده ده مش صح. يا اما هي من النوع اللي من اول حادثه صغيره بتتكلم وده برده مش صح. هي بتقول انا كلمت في كذا مره على الخاص ومفيش جديد، فبالبلد يعني باللغه الدارجه بتسيح للولد او بتفضحه يعني. بص يا احمد، انا لو بنتي هعمل معاها ايه في موقف زي ده؟ اول حاجه هعملها ان انا اخدها على جنب مع بنتي واحتويها واحتضنها، مش اخليها عرض، مش افضحها قدام اخواتها. يعني هي بتقول ان اخوها الكبير بيضربها، يعني انا مش قادره اصدق ايه الحوار اللي يخلي الام تروح تقول لابنها ان اختك الصغيره بتتعرض. ما هو انا برضو يا رادو مش عارفه ليه انت مسميه دي فضيحه، مش ده حق البنت في حمايه حدودها وجسمها. طب تعالي ناخد منى من الغربيه نشوف رايها. معانا منى من الغربيه، اهلا بيكي. السلام عليكم. سلام وبركاته، اتفضلي يا فندم. دلوقتي يعني احنا بنشوف ظواهر وحشه كتير. اولا احنا نشوف الناس اللي هم المتدينين لازم يخلوا الاطفال اللي هم البنات يلبسوا عبيان ومش عارف ايه ويلبسوا طرح وخمارة، بلاي انت ما تديهاش حريتها؟ ليه ايه الكتمان اللي انت بتعمله لها ده؟ ليه ما والدتي الحمد لله علمتني ان انا البس كل حاجه بحريه وانا صغيره، البس جيبه، البس حاجه قصيره، البس مش عارف، وانا طفله بستمتع بكل حاجه. انا لما كبرت انا دخلت الازهر طبعا، اتخرجت منه، اتحجبت حجاب الشرع للازهر اللي الدين قال عليه. ليه احنا متشددين في كل حاجه؟ ليه احنا انا دلوقتي عايشه في ارياف بشوف ظواهر ان الناس متشدده مع البنات بطريقه يعني اعطيها حريه. انا كنت في محل اطفال فبشتري حاجات للبيبي بتاعي، فلقيت ام لا لازم انت مش تاخدي دي، لا انت تاخدي دي، يا ستي اتركيها تلبس اللي هي عايزاه. اللي هي وجهه نظر حضرتك واضحه فعلا، انا بلاحظ النقطه دي. ومعلش خليكي معانا على الخط رضوى، لما يجي اب يتباهى لك ده بنتي هي اللي طلبت تلبس الحجاب وعندها 7 سنين، يهودها ويطوعها ولا لا؟ لا. ليه؟ لانه لحد يعني لحد سن البلوغ يعني سن 13 14 سنه هي ما بتبقاش واخده عارفه تاخد قراراتها بنفسها او عقلها مش مكتمل، فانا على اني اساس اخليها تعمل قرار مصيري وبعدين بقى لما تيجي بعد كده تقلعه يقف بقى ويعارض ويقول لا ما ينفعش تقلعيه ده انت اتحجبتي من الاول؟ فده شيء مش مقبول، يعني حتى ما فيش منطق ان هي ده، هي بتتنازل كده عن كل طفولتها. طيب هنشكر منى الاول. وكان يهمني السؤال ده، عارفه فعلا انا بستغرب بلاقي بنات محجبات في سن صغير جدا. ما هو ده اللي عايزين نتكلم فيه رضوى، فكره حمايه الحدود وانه الطفل يعرف حدوده. ايمان من اسكندريه، اهلا بيك يا ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ايوه انا معايا بنتي لسه في جونيور 1. اوكي. في المدرسه. جونيور 1 ده يعني كي جي 1 مثلا؟ لا جونيور 1 لا ولا بيبي كلاس الاب. اولى ابتدائي. هي عندها 2 سنين ونص. اوكي. فبتيجي بتقول لي انا زمايلي بيجي يقول احنا شفنا بنت وولد بيحضنوا بعض بيبوسوا بعض. فانا ببقى مش عارفه اصلا اوجهها ازاي، بتفاجئ ان هي بتقول لي الكلام ده.
اوكي شكرا ليكي. بقول لها دول بيبقوا وحشين ما تعمليش زيهم ما تسمعيلهمش بيجي عندهم. مشكورك يا ايمان، واضح الموضوع منتشر. أيوة لازم نحكي ان هو موضوع منتشر للاجيال دي على فكره، الموضوع مختلف. هو فعلا الموضوع منتشر. بصي يا منى، بصي يا دينا، احسن حاجه نعملها ان احنا نعمل توعيه للاطفال في المدارس ونعمل توعيه للامهات. الامهات نادرا لما بيروحوا ياخدوا كورسات عن الحته عن الموضوع ده، لان هم بيبقوا خايفين يدخلوا فيه قوي او خايفين يجرحوا مشاعر ولادهم فمش بيتكلموا فيه. انما هو الموضوع بتبتدي من سن 3 سنين. يعني احنا عندنا القدرة ان احنا نعمل توعية لولادنا من سن 3 سنين. ولازم افرق لابني ما بين اللمسة المريحة واللمسة المش مريحة، والنظرة المريحة والنظرة مش مريحة، والتحرش الجنسي بقى او والكلمه المريحه والكلمه مش مريحه. لان الموضوع مش هو مش يعني هي معلش البنت بتاعه يعني حادثه المعزه، البنت دي اكيد كان فيه ستيبس قبل ما يبوسها، ما هو اكيد مش جخ يعني مش جازقها وبسها، انت فاهماني؟ عمر ما ده هيحصل، فاكيد في انترو يعني في انترو. فانا لازم اقعد اوعي الامهات ازاي يخلوا ولادهم يتعلموا انه في حاجات مش مريحه بتحصل قبل التلامس، انا لازم ابقى واخد موقف فيه. فدي مهمه قوي. طب برضو ايه روشيت يعني انا النهارده اجيب ابني اقول له ايه؟ طيب. ناخد طب هاني من انا، معلش طيب. معانا على الخط بقى لفتره ونرد على السؤال. استاذ هاني اهلا بيك. طبعا زهق هاني، زهق مننا، كمل لنا. احنا اتفقنا ابتدينا بالبيت. يعني انا عايز اطلع من الفقره دي بروشيتة كده اوزعها على الاهالي واولياء الامور، اعملوا كذا في حاله كذا. طيب اول حاجه كل الاهالي، بنصح كل الاهالي ما يقولوش لاولادهم ان في حاجه اسمها تحرش جنسي. اللفظ اصلا تقيل جدا، وبقى اي حاجه بتحصل هنوصمها بالتحرش الجنسي. فهسمي يعني ولو هم هيودوا ولادهم لاي كورسات يقول لهم انه يعني خاصه او ورك شوب خاصه بالموضوع ده، يقول لهم دي ازاي احمي جسمي، ازاي تحمي جسمك. فاحنا بنغير المفهوم من ان كلمه تحرش جنسي لحمايه جسمنا. فدي اول حاجه. الامهات بلاش رجاء ان هم يقعدوا يزنوا على اولادهم كل شويه. عارف الام اللي في حد لمسك النهارده، في حد جه جنبك النهارده، انا بفتح مخها، انا كده بزن عليها، بخلي الفكره تكبر جوه دماغها، فهي هتفضل طول الوقت البنت منتظره ان حاجه تحصل، فهتبقى يعني فده مش صح. انا اعرف اطفال من كتر ما اخذوا كورسات التحرش والتوعيه دي بقى عندهم رعب زياده من حتى اللمسات العاديه بالزبط. والمحبه والحضن من بالزبط. الخال او العم او كده بالظبط. فهي فالفكره انه الموضوع بيبدا من الام. تاني زي ما احنا كنا اتكلمنا برضو في الحلقه اللي فاتت، ان يا ريت ان كل ام تبقى واثقه جدا في كلام ابنها وبنتها. ليه؟ لان الثقه بين المتبادله بين الام وابنها دي اللي هتبني بعد كده ان هي لا هتبقى البنت عندها استعداد انها تحكي لمامتها اي حاجه، مش هتبقى مكسوفه. لان معظم الاطفال بيخافوا يحكوا لاهاليهم، زي الطفله دي حرام انا واثقه انها مش هتحكي لمامتها اي حاجه بعد كده، لان هي خلاص اتعرضت لالم نفسي او جسدي واتسوبر، فهي عمرها ما هتحكي بعد كده. فالفكره انه لازم الام يبقى في بينها وبين ابنها او بنتها نوع من انواع الثقه. ازاي نحمي جسمنا بقى؟ الكلام ده للولد والبنت، فلازم ما يبقاش في تفرقه ما بين انه لا البنت هي اللي لازم تبقى هتحمي نفسها والولد زي ما هو. طيب نرجع للبنت والولد. ناخد استاذ احمد من الجيزه. استاذ احمد اهلا بيك. السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته، اتفضل يا فندم. انا سمعت ان كنت عايز اشترك معاكم، وكنت عايز اقول تحرش الجنس للاطفال ده حصل عشان بعدنا عندنا وبعدنا عندنا الاسلام. الطفل قاعد جنب مامته او جنب باباه عمال يتفرج على مناظر مش كويسه في التلفزيون، اكيد بيشوفها كده زي ما الاخت اتصلت مني من شويه، اكيد هيقدر ان هو يمثل شكل ما عمل في التلفزيون، هيمثل مع زميلته في المدرسه، هيحضنها برضك زي ما يشوف في التلفزيون. فده اول حاجه. ثاني حاجه عايز اكلمك في حضرتك، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ علموهم على سبق واضربوهم على العشر، بالنسبه للصلاه، بالنسبه والنقص ده كله على الصلاه. يعني نعلم البنت ازاي تلبس الحجاب من سن 7 سنين، ما نلزموش بيها بس نعلمها ازاي تلبس الحجاب، مش زي ما دكتور. شكرا استاذ احمد، اشكرك. صح الكلام ده. بصي يا احمد، انا مش عايز اقلب الموضوع لناحيه دينيه. ما انا يعني بحس ايه، بص معلش، مش عايزين نخلي ان الكل يعني هو الدين ايه، هو انما اوتيته لاتمم مكارم الاخلاق. يعني هو الاساس اخلاق وبعدين اكتملت بالعبادات، فهو الموضوع اخلاق وثقافه مجتمع. فمش عايزه احطه في الناحيه انه الدينيه، لانه الحقيقه الدين ملوش علاقه باللي احنا بنعمله ده. الميديا اللي منتشره فيها دلوقتي صور وحاجات ملهاش علاقه بالدين، فيعني انا مش حابه احط حته الدين. لا وانا دايما بختلف مع حاجه، يعني انا مسلم وافتخر بكده، بس بحس ان في ساعات حديث عنصري شويه لما وكأن الاخلاق حصريه على ديني. طب ما الاخلاق في الدين خالص. المسيحي، في البوذيه، في الهنديه، في جميع الاديان الوضعيه، وفي ملحدين بالظبط في الدول الاوروبيه سابت الاديان خالص وفيها اخلاق.
يا ريت نفصل دي عن دي، خلينا ناخد التربيه من اهل التربيه. الدين فينا الحمد لله نعمه الاسلام، الحمد لله يا رب لنعمه الاسلام، ولكن الدين في الحته دي ما مش ذو علاقه. انا هستاذنك يا رضوى، بنعتذر لكتر المقاطعه، لكن معانا رضوى من الدقهليه. اهلا بيكي يا رضوى. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي بتأثر على الفيديوهات اللي هي بتتعرض على اليوتيوب اللي هي بتبقى ممولة إعلانيا وبتيجي تعلم الأطفال، مش عارف حضرتك شفتيها ولا لأ. بتعلم الأطفال إيه؟ يعني زي حاجات سيكشوال كده. هل الطفل فعلا بيتأثر فيها لو كان في المرحلة العمرية الكي جي 1 أو كده؟ لا معلش، إزاي بتقولي ممولة إعلانيا؟ هو طبعا في فيديوهات إباحية منتشرة كده زي كده، مش عارفة بس معلش وضح لنا. في فيديوهات من مواقع إباحية بتبقى على الكمبيوترز أحيانا، ممكن الطفل يشوفها بالصدفة لو احنا مش عاملين حماية كافية. تقصدي دي ولا تقصدي ان في كارتون او حاجة كده؟ أستاذة رضوى، أستاذة رضوى، طيب ايه يا استاذ رضوى بتسال؟ ما فهمتش. انا مش ما فهمتش بقى. طب انا برضو هرجع تاني بنفس الفقره، نفس لن اكل ولن اكل روشيتا. روشيتا بمعنى ايه؟ طب تعالي مثلا ناخد اسئله قصيره. هو انا ابني اقول له لو حد مثلا من العاملين اللي حواليك جه يبوسك مثلا بالعافيه، زق وصرخ ولا مثلا سيبه دلوقتي وتعالى قول لي، ولا روح اشتكي للمدرس، يعمل ايه؟ علم ابني اول حاجه يا احمد ان في حاجه اسمها نظره مريحه، وان هو ازاي يبص للي قدامه. اعلمه ان هو لما يجي يبص قدامه يبص له في وشه، وهو كمان لما يتعلم ده هيبقى في المقابل بيلقط النظره المش مريحه، لان انا خلاص علمته ان اي حد يبص لك في وشك دي نظره مريحه، اي حد يبص لك من تحت دقنك دي نظره مش مريحه. فهو طول ما انا بتكلم معاه طول الوقت ابقى بوصله في وشه واعلمه ان هو يبص لي في وشي، وبالتالي هيلقط اي نظره مش مريحه. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه افهمه كويس جدا ان في حاجه اسمها مسافه مريحه ومسافه مش مريحه، والمسافه المريحه هي اللي هي يعني عارف في السلام الرسمي بيسلموا اللي هي السلام ده، اللي هي دي المسافه اللي بيني اللي المفروض ابني يتعلمها تفصل ما بيني وبين اللي قدامي. طب ارفعي دراعك بس عشان انا عايز يبقى الفكره واضحه. هي من اول الكوع لاخر الدراع دي اسمها المسافه المريحه. المسافه المريحه الاطفال في السن الصغير من 3 سنين، عشان احنا قلنا الكلام ده ممكن يتقال 3 سنين، عارفين الطوق الهيلا هوب ده اللي احنا كنا بنلعب فيه، الام بتجيبه لابنها او بنتها وتقول له انت طول ما انت يعني تخيل ان الطوق الهيلا هوب ده ماشي معاك طول الوقت، ما حدش يقرب منك اكتر من كده. اعمل حاجه تانية، اعمل له زي لسته كده بالاسماء اللي من حقها ان هي او اللي مسموح لها ان هي تقرب منه لاكتر من كده. الداده مثلا، ما انا مش هينفع ان انا يعني اعمل اوبجكشن على كل الناس اللي بتعمل معايا، وخصوصا لو ابني بيروح حضانه، فطبيعي ان في داده هتبقى بتبقى معاه في التواليت، فانا لازم اكتب اسم الداده بالاسم انه، واكتب اسماء الناس اللي هم بنسميها في الدايره المقربه منه بالاسم. بس يا رضوى ده استثناء، وبيجي من ضمن الاستثناءات دي اعتداءات. انت قلتي جمله اعتقد ان فيها مفتاح الحل، يعني صححي لي لو غلط، انه هو هيقدر يميز اذا كان مرتاح للنظره دي او بالزبط. مش مرتاح، ومرتاح لللمسه دي او مش مرتاح، فتدي له برده مساحه حريه حتى لو كان اقرب الناس ليك. صح طبعا، بالعكس ده هو زي ما يعني لو تفتكري دي احنا في الحلقه اللي فاتت كنا قلنا برضو انه اهم حاجه، لان ده دي اول خطوه في خطوات التحرش ان انا اعرض ابني لتحرش جنسي، ان مامته ما تغصبه ان هو يسلم على ناس بالعافيه. وده بيحصل، وهو تلاقي مثلا صاحبتها جت بتخبط الجرس، فهو الولد اول ما شاف صاحبتها يعني مش عايز يسلم، فهي تبدا تبص له نظرات مرعبه وسلم وعيب وازاي. ده اول خطوه من التحرش. طب وبوس عمه واديله سكر وبوس عمه هل دي صح ولا غلط؟ جدا. انا ما ينفعش اغصب ابني على حاجه، بالعكس انا بعد كده اخده على جنب واقول له طب انت ايه اللي خلاك ما تبص عمه وتدي له سكر؟ اكيد طيب. في سبب. نقف عند السكر وناخد استاذ محمد من الجيزه. استاذ محمد اهلا بيك. الو. ايوه يا فندم اتفضل. ايوه يا فندم، مع حضرتك، اتفضل يا فندم. انا استاذ احمد، تحياتي ليك والبرنامج الكريم. اشكرك. تحياتي لحضرتك والبرنامج الكريم. اهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ محمد. حضرتك والله معجب بالحلقه وبالموضوع اللي فيها مهم جدا، بس احب اوضح للاستاذه ضيفه حضرتك ان في عاملين هم لو اشتغلنا عليهم صح هيتمنع التحرش. اول عامل البيئه بتاعت الطفل. والله لو البيئه كويسه وبتحس الطفل على سلوك كويس، وفي عمليه ان يبدا يبقى نحس الطفل على ده عيب وده غلط، مش الضرب،
ان الطفل يبدا يعرف ان ده عيب وده غلط من صغره، لان الحديث بيقول لك من شاب على شيء شاب عليه. فالبنت لما لبست مثلا لبس مثلا قصير او لبس وحش، هي هتبدا بعد كده تتعود على اللبس ده لما تكبر. ثاني حاجه، دخول الدين في حياتنا مش عيب. الاستاذه بتقول لك ان الدين ما ينفعش يبقى في حياتنا. لا يا فندم، لا معلش يا استاذ محمد، اختلف مع حضرتك، هي ما قالتش كده يعني خالص. مش عايزه العمليه يبقى فيها دخول ديني. لا مش عايزه برضو، يعني مش عايزين دايما نعود للتفسيرات الدينيه. طب اقول لك حاجه، مثلا لسه راجل كان بيحفظ طفل قران واعتدى عليه، هل ده حجه على الدين اطلاقا؟ فالموضوع هنا مش عايزين ناخد ان هو ايه، طب ما هو الدين لا، هو الدين من ضمن الحاجات الاساسيه طبعا في تكوين وعي الطفل، لكن في دين وفي سلوك وفي تعامل مع غرباء. والسيده والسيده بتدعي انها متدينه، لكنها برضو تعاملت مع بنتها بعدم وعي. ده عدم وعي، ده ملوش دعوه بالتدين. نشكرك استاذ محمد، وهرجع تاني نقطه برضو مهمه جدا رضوى، اللبس. هو في عقليات بتشوف ان البنت في السن ده ما تعيش طفولتها وتلبس، وفي عقليات ولها كل الاحترام بتشوف لا، ده انا لازم اربيها على الحشمه والحياء عشان لما تكبر ما تفلتش مني. الصح في انهي في دول؟ بص يا احمد، الصح يعني في قاعده، وبرضه معلش علنا انا مش حدش يقول حاجه، هو ديننا الاسلامي ما اتكلمش على لبس الاطفال خالص طبعا، عشان ما حدش بس يلصق بيه حاجه زي كده. طب انا لما قلت الدين يا احمد مش بدافع، بس انا فعلا مش حابه ادخل الدين في الحته دي بالذات، لانه الموضوع متشعب. الاطفال في عايز اقول لك ان في اطفال في الحضانات، مش في المدارس بقى، في الحضانات لو احنا هنسميه ده تحرش جنسي، فهم بيمارسوا تحرش جنسي مع بعض. ده فين الدين هنا رضوى؟ انا عايزه بس الدين. عشان وقتنا بيخلص، عايزه اسالك ضروري عن ابو عبد الرحمن او ما شابهه، لان احنا فعلا الحديث خدنا عن البنات. هذا الكائن اللزج اللي هو يعني سامحيني يا اسف، اللي هو بيعتقد انه لانه ابنه ولد ومن حقه يعمل هو عايزه ولمه بناته. كارثه كارثه كارثه. ليه؟ لانه انا بتوقع منه، او يعني الكائن المقبول منه، ان هو يتصرف ازاي؟ ان هو يقول لها، يعني يسمع الشكوى تماما، حتى لو هو الشكوى اللي جات له دي مش حاجه مش مقبوله او حاجه بالنسبه له من وحي الخيال، بس هو المفروض ان هو يسمعها تماما ويروح يقعد مع ابنه، مش يدافع عنه وخلاص، يروح يقعد مع ابنه ويفهم منه انت عملت كذا ولا كذا كذا كذا، طيب يبقى ده معناه، تعالى بقى ليه؟ ايه اللي خلاه؟ وينفع الرجاله يعتذروا مش كده؟ ولا هو عشان ولد وراجل ما يعتذرش؟ ده لازم، ده بالعكس، على فكره دي ثقافه مجتمع، يعني ده ثقافه مجتمع. انا ابني ده اللي انا هربيه من دلوقتي انه يبوس اللي يبوسه، وكل البنات معذبت ولا حاجه زي كده، فده بالظبط اللي انا بكبر ايه؟ انا بفهمه ان انت ليك ظهر، مهما غلطت مهما عكيت انا باباك واقف في ظهرك، ومش مفيش مشكله. الثقافه الذكوريه مفيش فايده. شفت انا حقاني ازاي؟ شفت جدا، تعرفي بس. نورتينا يا رضوى، ميرسي جدا على وجودك. شكرا يا رضوى، شرفتينا، ونتمنى يكون التعليمات او النصائح اللي قلناها تتخذ يعني بعين الاعتبار، لان فعلا عندنا حاله رعب على اولادنا. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، والمصري افندي 360.